اهلا وسهلا بكم في عدد جديد، نهاركم زين ومبروك ان شاء الله. ان شاء الله تكونوا خرجتوا من الدار. اليوم كاين بعض الضباب على عده مناطق، انا بحس ان الموجود في الضباب اليوم، مي سافا الجو راح يكون مليح اليوم باش تخرجوا ولا باش الناس اللي يروحوا يجيبوا اولادهم يكون الدنيا صاحيه ايتو. فنقول لكم يومكم سعيد وان شاء الله نقضيو مع بعضنا وقت ممتع. ساعتين ونص من زمان راح يكونوا من تقديمي اليوم. انا زهره وزميلي صلاح الدين واكلي، صباح الخير. صباح النور زهره، يسعد صباحكم بكل خير لكل الناس والمتفائلين واللي يحبوا هذه الطاقه الايجابيه والروح المرحه والروح المفيده كذلك من مختلف المواضيع اللي نطرحوها لكم في برنامج صباح الشروق يوم الثلاثاء. تعودتوا عليه انه يكون مفتوح العديد من المجالات، العديد من المواضيع راح تكون حاضره معكم. هذا كله خلينا نقولوا يعطيكم هذيك لافونغو، يعطيكم التشويق، يعطيكم الرغبة أنكم تبقوا معنا حتى العاشرة ونصف، لأنه اليوم من مجال لمجال حتى نفهموا ونتعلموا العديد من الأشياء. نعم، مواضيعنا إن شاء الله تكون مشاهدة الكرام ترقى لتطلعاتكم يا أرقى جمهور، جمهور برنامج صباح الشروق. نقول لكم أنا عودة بعد هذا الفاصل اللي كفية على بالنا باللي ما كاينش وحدة يعني عندها حقيبة ميك اب نظيفة، ما تكذبيش. لا توجد حقيبة ميك اب. الأخرى شي فايدة لها. نكذبوا لي في بلاتهم مدودين الحقيبة تاعنا. ما كاينش منها. باسكو يسيح لنا الماكياج لابودغ، تلقى فيها هي تشريها كحلة ما تولي ملتي كولور. وأنت كي تشريها كل مرة مصاريف كثيرة، احنا في برنامج صباح الشروق احنا نعلموهم ورشة، نديروا ورشة ونتعلموا نخيطوا الحقيبة تاع الميك اب هكذا كي توسخ لكم وحدة عندكم وحدة أخرى. نعم وحاضرين معنا عديدة المواضيع ايضا مشاهدينا الكرام. راح نحكي وكما قال لكم صالح عن الملف تاع الطبي، عن الدوالي ولا لي فاغيس. وقتاش نقولوا انه لي فاغيس ولاو ان فغي بروبليم ولازم نروحوا عند الطبيب؟ كل المعلومات اللي تخص الدوالي اليوم راح نتناولوها مع ان كارديولوك وطبيب امراض القلب والشرايين اللي راح يكون حاضر معنا اليوم لتناول هذا الموضوع. المختصين النفسانيين يقولوا باللي القلق والتوتر اللي كنا عالجناه الاسبوع اللي فات لما نخلوه عندنا وما نعالجوهش ولما يطول عندنا يردنا في اكتئاب. هذا الشيء راح نتحققوا منه وراح نعرفوا وقتاش يبدا الاكتئاب وشنو هي اسبابه وقتاش نكونوا في حاله اكتئاب وقتاش نقولوا باللي رانا رايحين على مرحله اكتئاب والعلاج كيفاش نخرجوا منه. اليوم هذا الموضوع راح يكون عندنا في مجال النفساني مع الاستاذه احلام اي حبه اللي تنورنا بحضورها حتى نتكلموا معها في هذا الموضوع. نعم، اما سؤالنا التفاعلي مشاهدينا الكرام هو الكريدي، هل الكريدي هو خيار ام اجبار؟ هذا الموضوع راح نتناقشوا فيه معكم انتم من خلال المكالمات الهاتفيه اكيد عبر الارقام اللي حضركم اسفل الشاشه، وايضا راح يكون عندنا راي الشارع الجزائري في هذا الموضوع. كي نقولوا كريدي نقولوا هذاك السلف اللي بين انسان وانسان، هذاك الدين اللي بين انسان وانسان، يعني شهر جونفي هذا اللي ما حبش خلاص اليوم حتى حقنا اليوم ل 30 يوم، كيفاش حتكملوا بلا دين وبلا كريدي؟ اي قولي لي دوكا، وديسمبر جاز عليه 31 يوم، وجونفي 31 يوم، كيفاش حتفريها؟ اقعد في الدار ما تخرجش. الناس اللي يخرجوا يصرفوا. صح سبحان الله، فهذا هو موضوعنا التفاعلي، طرحنا عليكم هذا السؤال، انتم جاوبونا من خلال ارقامنا، من خلال مجمعنا الهاتفي من الان يبدا تحت تصرفكم، والزميله فله بوحدبه المسؤوله على الاعداد والاشراف على هذا البرنامج حتستقبل اتصالاتكم، وكذلك تطبيق الواتساب الاشاره الخضراء تحب تقول تستقبل الرسائل النصيه فقط، تعاملوا بالدين والسلف ما بيناتكم ولا لا الكريدي صحيح بسنا كما قال الشبيله. نعم، فموضوعنا التفاعلي هذا اليوم باش نسمعوا ارائكم، نسمعوا مختلف ايضا التطلعات، حتى لما لا نسجلوا مواضيع جديده حابين نتناقشوا فيها معكم ابعثوها لنا عبر تطبيق الواتساب هكا باش نكونوا على نفس الوتيره ونكونوا على نفس التطلعات. واجدين؟ 8 و10 خلاص نديماريو و9 خاصنا نستناو حتى تولي 10 حتى نقولوا المنير بوشاوي ينطلق بحركته الرياضيه ديالنا لنهار اليوم الرياضه الجامعه. تفضلوا.
اخر حركه في الفقره تاعنا تاع اليوم. مالي غير نقول لكم تهلاو في روحتكم ونعطيكم موعد فقره قادمه ان شاء الله. تهلاو في روحتكم على خير وسلام. ها تحب سباغ يعطيه الصحه. انا نقول له غير يعطيه الصحه. انا كنت راح نقعد معاه حتى 10 ونص عادي بهذه الحركات نورمال. تقدر تعاودهم؟ يخا فاسيلمون. جوز الموضوع. اذا المشاهدين كنقول لكم اهلا بكم من جديد. صباح الخير عليكم. صباح الخير لكل من التحق بنا في هذا الاثناء. نتمنوا أنه مواضيعنا عجبوكم، لكن كاين موضوع اللي ما تناولناهش معكم في العناوين لأنها هي أول فقرة ننير بها برنامج صباح الشروق. اليوم فقرنا راح تكون في الدين معاملة ولا لتطمئن القلوب، دائما ما تكون بإمضاء المتألقة. زهرة بحضور الأستاذة فريدة رحال، نقول لها صباح الخير. صباح النور. أهلا بك. أهلا بك. نورتنا في هذا الصباح. الله يبارك فيك، منورة بكم. يعيشك. شكرا. أهلا وسهلا بك. نعم، فشرف الإنسان على سائر المخلوقات والحيوانات بنعمة اللسان والكلام والبيان. خلق الله إما ما شتى وجعل لكل أمة لغة ولكل قوم لسان ولكل قبيلة كلام، فسبحان من وسع سمعه ولم يعجز اختلاف اللغات. فاليوم موضوعنا هو عن اللغة وعن الكلام وعن اللسان. طبعا اللي طبعا دائما ما بعض الأحيان يزلنا ولا يدينا لطريق ما نكونوش ناويينه ولا حتى أنه يصف شخصيتنا بالخطأ. موضوعنا اليوم هو عن اللسان. صلاح كنا قلنا اليوم تناولنا هذا الموضوع، حبينا نتناوله معك. فكيف نقدروا نضبطوا لساننا هذا اللي درنا مشاكل بزاف؟ شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، وصلى الله وسلم على حبيبنا وقرة أعيننا الذي قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ورحم الله من قال لسان الفتى نصف ونصف فؤاده فما تبقى إلا صورة اللحم والدم. أما بعد، أستاذ الفاضلة زهرة، الأستاذ الفاضل صلاح الدين، إخواننا اللي تبعونا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللسان، وما أدراك ما اللسان؟ ذلك العضو الصغير، ذلك الذي قال عنه علي الإنسان بأصغريه، قلبه ولسانه. قيل القلب قدر مغرفه اللسان. قدر المغرف تاعك اللي خرج لك واش كاين، طبعا هو اللسان. اللسان هو نعمة عظمى، نحمد الله سبحانه وتعالى كما تفضلت الأستاذة الفاضلة، نعمة ميز الله بها الإنسان عن باقي المخلوقات. لكن هذه النعمة العظيمة كما يمكن أن تكون بابا من أبواب دخول الجنة وبابا من أبواب الخير، إذا استعملناها في إصلاح بين المتخاصمين، إذا استعملناها في الذكر، إذا استعملناها في تعظيم الله، إذا استعملناها في الكلمة الطيبة، إذا استعملناها في تأليف القلوب، نقل المشاعر الطيبة إلى الآخرين، الأمر بالمعروف، فإنها بالمقابل فإن اللسان يمكن أن يكون بابا من أبواب دخول جهنم. يا الله. ولذلك الصحابي معاذ رضي الله عنه وأرضاه كان مع النبي عليه الصلاة والسلام، قال له أوصني. اختصر النبي الوصية، قال له كف عنك هذا، شد النبي اللسان تاعه، قال له كف عنك هذا. فقال أو مؤاخذنا نحن يا رسول الله بما نقول، يعني هل يعاقبنا ربي؟ قال ثكيلتك أمك يا معاذ. اسمعوا معي مليح العبارة هذه. نعم. قال وما يكب الناس في جهنم إلا حصائد ألسنة. شوف كلمة الحصائد، حب يقول هذا اللسان راه يجيب ما شاء الله. احنا يعني سمحوا لي كون جينا نديروا واحد الكرونومتر ونحسبوا شحال من كلمة رانا نهضروا في النهار، بغض النظر هالكلمة في أي جهة راهي. خطورة اللسان أيها المشاهدون الأعزاء أن استقامة الإنسان باستقامة لسانه وهلكه بهلاكه. وفي هذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يستقيم العبد إلا إذا استقام قلبه، ولا يستقيم قلبه إلا إذا استقام لسانه. القلب لا يستقيم إلا باستقامة اللسان. هما مليح هذه المعاني، في الحقيقة معاني عظيمة. هذا واحد الحديث عظيم يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام في كل صباح الأعضاء تكفر اللسان، يعني تخضع لللسان، تقول له اتق الله فينا، فإنك إن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. أنا نتكلم على الخطورة، بعد راح نجول للكلام الموضوع اللي قالته الأستاذة. فإذا اللسان إذا استقمنا، إذا استقام استقام الجسد كله، وإذا هلك هلك الجسد كله. ولذلك من هنا نعرف أن ما دام لللسان هذه الخطورة الكبيرة، طبعا نبه الله سبحانه وتعالى أو جعل على كل كلمة
رقيبا وعتيدا. صح. ربي سبحانه نبهنا من أجل التحذير، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إخواننا سمحوا لي نشبه واحد المثال بسيط، احنا كون واحد فينا في الهاتف تاعو عنده بقوله مثلا 2000 فرنك كرصيد، كرصيد، وعندك مكالمة ضرورية وما عندكش وين تفليكسي، ولازم كي تعود تتكاد كي تجي تجري المكالمة راح تحسب الكلمات قبل ما تبدا، كيفاش وش نقول لها وشنو السلام عليكم، حتى السلام عليكم ما نكملوهاش، صباح صباح الخير اسمحي لي وكذا، تزرب لأنه علاش راك تهدر بالدراهم، كي تعود تهدر بالإليميتي ألاز خذ راحتك. شتو كي تعودوا تهدروا بالدراهم تعود تحسب بالكلمات. اسمحوا لي إخواني، ونهار تولي الكلمة بالعقاب، نهار تولي الكلمة نحاسب عليها، هذا السؤال. ولذلك إخواني من هنا يجب أن ننتبه إلى ما تقوله ألسنتنا. ألسنتنا أنا قبل ما نروح ما هي آفات اللسان الأساسية، أخطأ باش نجو كيفاش نحفظ ألسنتنا. للأسف الإنسان عنده لسانان، لسان الذي نعرفه الذي تكلمت عنه الأستاذة الفاضلة والأستاذ الفاضل، ولسان آخر هو الأصابع هو القلم. نحن نكتب أمورا كثيرة في هواتفنا، صح، ننشر ونشارك بارتاجيو كتبوا لي بوبليكاسيون لي ستاتو، هذا الانستغرام، هذا واتساب، هذا تويتر، هذا يعطيك الصحه. يعني عندنا الان ابواب التواصل، قيل قديما القلم احد اللسانين. ولذلك انا لما نوجه هذا الكلام نتكلم عن اللسان الذي هو الكلام، ولا نتكلم عن اللسان الذي هو القلم. وما اكثر من يكتب الان، كلنا اصبح يكتب الان، تدخل الانترنت تجد العجب العجاب. لكن سؤال مطروح، ماذا نكتب وإلى ماذا تؤدي كتاباتنا؟ في بعض الأحيان نقدر نقول ممكن الكلمة نقولها لواحد تأثر في هذاك، لكن الكلام اللي ممكن نشره قد يكون له آثار. كلام قسم عائلات، كلام ما أخلى حروب تندلعك، كلام خلى عنك. بارك الله فيك أستاذ. إذا كنجوا الآفات اللسان بعض الآثار وش ينتج كما قال الأستاذ، حنا كيجوا آفات اللسان كثيرة، نبداو عندنا الكذب، وما عن اليوم ما ندخلوش في آفات، كاش مرة ممكن نديروا لها حلقة خاصة، لأنه عندنا الكذب، عندنا الاستهزاء بالآخرين، عندنا تحقير الآخرين، عندنا الغيبة، عندنا الكلمة البذيئة، عندنا التعيير والتشهير وما أدراك ما التشهير، عندنا فضح الآخرين، عندنا الكلام في الأعراض، حتى بالمزاحة، حتى بالمزاح، لأن الناس تقول لك لا راني نقصر برك، ولكن حتى بالمزاح يهوي به في النار، في النار 70 خريفا. رب كلمة من السوء يقولها صاحبها لا يلقي لها بالا تهوي به في قعر جهنم 70 خريفا إلى قعر جهنم. زيد إلى الكلام في العلماء، احنا للأسف الشديد ولا واحد مضطر يتكلم على العلماء، سبحان الله، والله أصبحنا يحلل ويحرم. سمحوا لي بعض الحين بعض الكلام تاعنا، بعض المنشورات تاعنا تفتت ما يسمى باللحمه الوطنيه. صح. احنا بعض الحين نثير النعرات، احنا شعب الحمد لله وحدنا الاسلام، وحدتنا الجزائر، وعندنا لغه واحده، يعني ما شاء الله. لكن بعض الاحيان بعض المنشورات قد لا نلقي بلاها بالا، او كلمات نلقيها قد تفتت بين العرش الواحد، قد تفت بين سكان البلدية الواحدة، بين سكان الوطن الواحد. ولذلك نحذر إخواننا، كم من كلمة أدت إلى الطلاق، كم من كلمة ألبت زوجا على أمه، فرقت بين رجل وامه، كم من كلمة فرقت بين امرأة وزوجها، كم من كلمة قطعت الأرحام. صدقوني أنا أقول هذا الكلام تأتيني أحداث، يعني وأنا متأكدة أن المشاهدين كل واحد عنده قصص في هذا المجال. كم من كلمة أدت إلى فتن في العائلات، أقول فتنة كلمة قلها تتنقل هذه تنقل هذه تنقلها، وعباكم كل واحد كينقل كيفاش على طريقته، على طريقته، في الآخر تلقى حاجة واحدة أخرى كلية. كم من طبعا عندنا كوارث للأسف، فتن كثيرة تحدث الآن، تفتيت في العائلات، تفتيت طبعا في اللحمة الوطنية، تفتيت طبعا في طبعا العلاقة بين المرأة وزوجها، تفتيت بين هذه الكوارث للأسف الشديد. لو سألنا سؤالا نعطي حديثين فقط ربما حتى ندرك خطورة هذا الآفات، باش نجو كيف نحفظ اللسان. النبي عليه الصلاة والسلام في رحلة الإسراء والمعراج من الأمور التي رأى، رأى جهنم، رأى صورا من عذاب الناس في جهنم، صورة رهيبة في الحق رأىها النبي عليه الصلاة والسلام، رأى ملكا، سمحوا لي على هذه الصورة قد ذكرها الرسول عليه الصلاة والسلام، يأخذ حديدا ثم يفتح به شدق الإنسان من فمه إلى بداية أذنه، يفتح اليمنى ويعاود اليسرى،
طبعا النبي يقول حتى يقول لك حتى وجهه يكفر وجهه، طبعا صوره لا يمكن ان يتصور، يعني انا كي نحكيها الان ربما الانسان راه يشمئز من الصوره، فما بك رايتها. لما سال النبي قال له يا حبيبي جبريل من هذا؟ قال انه الرجل، كيقول الرجل عند الرجل امراه، انه الرجل يكذب الكذبه فتحمل له في الافاق. يا الله شنو تحمل؟ احنا بعض انا علاش نقول نحذر من طبعا الهاتف ولا الكلام ولا في اي مجال، لانه الهواتف اصبحت صوره. انا نقول كلمه الان سريعة. الاف يشوفوها سريعه بارك الله فيك، الاف من الناس تبارطاجي، تبارطاجي فيديو وراك متاكد باللي هذا الفيديو صحيحه، تتكلم على مسؤول، تتكلم على انسان، تتكلم على شخص، على لاعب، على اي شخص، لا يهم الشخص من هو. بارطاجي شيء تشارك يوم القيامة ستشاركه الإثم. تصور أنت آلاف 5000 شافوها، تصور 10 50 بارطاجوها، هذوك تدي الإثم تاعهم يوم. ماذا تقول لربك يوم القيامة؟ شوف الصورة تاع الكذبة، كذبة. أما الصورة الثانية وهي صورة رأى النبي عليه الصلاة والسلام رجالا ونساء لهم أظافر من حديد، قال النبي يخمشون، يخمشون بها وجوههم وصدورهم. فقال لجبريل عليه السلام يا حبيبي يا جبريل من هذا؟ من هذا؟ قال إنه الرجل يتكلم في أعراض الناس ويأكل لحومهم. سمحوا لنا إخواننا وأخواتنا، الغيبة من أسهل الأشياء عندنا للأسف الشديد، تهدر معاه ولا معاها تقول لك يا ودي الله غالب، ولو كان ما نهدرش وقلبي تعمر وما نش نكذب، يا غيبة. هذا اللسان للأسف راه يؤدي بين الوحدة الهلاك. أقول لإخواني المشاهدين كل كلمة نقولها دير في بالك بأنك تبني جزءا من بيتك الذي تسكنه في القبر. إما كلمة في الخير راك تبني بها روضة من رياض الجنة وتبني بها قصر في قصور الجنة، وإما كلمة من السوء والعياذ بالله راك تبني بها حفرة من حفر النار. رحمك الله أستاذة، ربي يصلحك وشفاك الله. فنقول إخواننا ننتبهوا لهذه القصة، قضية الغيبة كذبة بيضة، كذبة صفرة، كذبة ما فيها والو، ما تأذيش، ما الإنسان يعف لسانه. الأعراض أي كلمة للأسف الشديد بعض الحين الكلمة تكون صحيحة لكن مآلاتها خطيرة. لكن لوين تدي؟ أنا نقول كلام نحكي لوحدة على زوجها، نحكي لوحدة على باباها، نحكي لوحدة على مرته، نحكي لوحدة على بنته، نحكي لوحدة على مسؤولته، كذاب هذيك الكلمة قد تكون لها التأويلات كيف راح تكون أستاذ. لأنه الإنسان ربما اليوم يغتر بعباداته وأعماله وصلاته وقيامه واجتهاده في العبادة، ولكن هذا اللسان فقط قادر يكلف الغالي عليه. لأن عندنا في الأثر مثال تاع الصديق أبو بكر الصديق، نصرة للإيمان ووقوفه مع النبي صلى الله عليه وسلم وكل الأشياء اللي نعرفها من خلال سيرته، وقف في يوم من الايام يحكم في لسانه ويقول هذا الذي اوردني الموارد. صحيح. وهو بعبادته وقيامته وقيامه وكل شيء. فما بالك بنا؟ فماذا نقول نحن؟ سبحان الله. تعقيبا على ما ذكر الاستاذ الفاضل، الحقيقه كثير منا يوم القيامه سياتي بصلاه وسياتي بزكاه وسياتي بصيام، وكاين ناس يصوم رجب، وكاين ناس يقرا القران، ولا تهيي روحها في رمضان وتصلي التراويح وتتصدق. لكن النبي واش قال؟ اتدرون من المفلس؟ هل المفلس واش قالوا له النبي عليه الصلاه والسلام؟ من لا درهم له لا، المفلس ما عندوش دراهم. ما عندوش دراهم، إيه؟ صحيح. الفقير. لكن المفلس النبي عليه الصلاه والسلام بمنظر اخر، قال انه الرجل او المراه ياتي يوم القيامه جاء بصلاه وزكاه وصيام واعمال، لكنه يقتص منه الناس باخذ حقوقهم، فقد شتم هذا، وكذب على هذا، واغتاب هذا، ونمم على هذا، وخبب، خبب يعني حرش، يخسر العلاقه، يعني هذا الكلام اللي رانا نقوله، يكذب، يقول كلاما لا يلقي له بالا، فياخذ هذا، تبعوني مليح اخواننا، فياخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فان فنيت حسناته، هذا يدي 100، هذا يدي 1000، هذا يدي 1000، هذا يدي 2000، هذا يدي 5000، كاين الناس احنا بعض الحين نقعدوا في المجالس، سمحوا لنا في الاعراس، في الجنائز، احنا سمحوا لي، حتى في الجنائز ولينا نتكلموا، الميت قدامنا. ولا غير صح، ونحن لا نعتبر بانه في من الايام راح يكونوا في مكانه. فان فنيت حسناته اخذ من سيئاتهم وطرح عليه. انا واحد يسلم 100 حسنه كيخلصوا حسناتي بعد ما كاش واش نعطي له، يرفدوا 100 حسنه تاعو يعطوها 100 سيئه ويعطوها يحطوها عليا، ثم يقذفوا في النار. اخوانا حذاري ان نغتر، راني نصلي وراني ندير، هذا يريدك المهالك. ولذلك اخوانا قال النبي من صمت نجا، من صمت نجا. فاللسان إما أن يهلكك
وإما أن يجعل لك بابا كبيرا من أبواب الجنة. ربما السؤال الذي يطرح نفسه كثيرا، كيف نحفظ ألسنتنا؟ هو السؤال كان طرحته وزارة في البداية، بارك الله لأنه هذا هو النجاح. طبعا المقدمة مهمة، لأنه لو كنت جي مباشرة كيف ممكن الإنسان ما يتباش الخطورة، لكن المقدمة من خلالها نمد لهم باك الموضوع. لكن بارك الله فيك، بارك الله فيك، تعطي الزبدة، بارك الله فيك، الله يكرمك أستاذة. احنا أول شيء ننصح به إخواننا المشاهدين، تذكر أن كل كلمة ستسجل عليك. أكيد. بكون جينا نحسبه، كان كل واحد فينا يجي في الليل ينتبه واش من الكلمة اللي إذيت بها اليوم تكلمت، والله ما يقدر يحسب الكلمات اللي قالهم. هذه إذا قدر يتذكر، فما بالك أن هناك وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين ما يلفظ من قول إلا شوف كلمة رقيب عتيد، يعني كلمة ما تروح له. كل كلمة يوم القيامة ستعرض علينا صحائفنا، راح يفتح عليك واحد السجل قال عنه النبي أنه ما بين السماء والأرض. سجل ماشي كراس، سجل تولي تشوف الأعمال توعك. هذه الكلمة أنا قلتها تولي تعجب. احنا ما ننسوش أن الكلام ندخل الإسلام بكلمة، ويمكن أن نخرج من الإسلام بكلمة، والطلاق يكون بكلمة، والزواج يكون بكلمة. يعني الكلمة لها أثر، كلمة لها. أول شيء نتذكر أن الله تعالى يراقبنا، وله ملائكة حافظين يسجلون علينا أعمالنا. رقم اثنين، تذكر حالك يوم القيامة، تذكر حالك عندما توضع في القبر وتسأل عما كنت تقول. رقم ثلاثة، احرص على صون لسانك بتعلم الصمت، فاجعل من نفسك لنفسك ميزانا. انتبهوا معي مليح، يحد العالم يقول تمنيت لو أن عنقي كعنق الزرافة، لا تخرج الكلمة حتى أراجعها. احنا مشكل بعض الأحيان إنسان يهدر يقول والله ما كنت نقصد، والله ما كنت نقصد أنا قعوش، صح والله العقل. احنا الحمد لله ميزنا الله بالعقل وبالبيان، وبالتالي أزن الكلمة قبل أن تخرج. الناس بكري يقول لك دور لسانك 7 مرات حتى تنطق، شوف الحكمة. الله فيك. سبحان بارك الله فيك. إذن وبعض الناس يقول لك تكلم حتى أعرفك. تكلم إنه الكلام تاعك نعرفك، عبر عليك، بارك الله فيك. فقلت زن الكلمة قبل أن تخرج، فإن كانت في خير فتوكل على الله، وإن كانت في غير ذلك فأحجم. نحبس اليوم خير من غدوة. إحنا كنا نعرفوا كلام سمحوا لي ممكن يديك للسجن أو للعقوبة برك، ولي نحسب، ولي نحسب كلامي، ولي نحسب روحي، صحيح. هذا السجن، وممكن عقوبة، وممكن إنذار، ممكن، فما بالك لو كان عقابا شديدا. ونعطيت صورتين وصور العقاب يوم القيامة. النقطة الرابعة، احرص على صحبة من يعينك على تقويم لسانك، صحيح. احنا في الصحبة اللي معاك، في زمالة، في الخدمة، في الدار، الإنسان ينبه روحه. ونعطي ملاحظة، حتى الأمهات قالوا لديك تشوفوني نغلط، الرجل كيشوف مرته تغلط، الزوجة كتشوف زوجها، الأم تشوف أبنائها، وهذا الأمور تعلمها منذ الصغر. الوليد لالا يجيب دي يجبد لك ماما هذيك الأستاذة، ماما هذا كذا، ما الأم تحكي على الجارة وتحكي علي، سمحوا لي تحكي على وحدة في العائلة، هذه خالتك هذه. لا لا وليدي، هي صور من المجتمع، لازم نتكلم عليها. الأطفال يجيبوا الهضرة على الكبار، أكيد أكيد أكيد. وفي بعض الأحيان للأسف حنا رانا نعلموا أولادنا بطريقة غير مباشرة. واش قال لك؟ واش قال لك؟ كيفاش؟ واش لقيتها؟ واش قال لك فلان؟ واش كلاو؟ واش داروا؟ واش لبست؟ احنا هذه الأمور رانا ننقلوا واحد التربية بالقدوة للأسف الشديد. فالإنسان يحرص على أنه يجعل من بيئته طبعا بيئة تساعدك على تقويم هذا طبعا اللسان. النقطة الرابعة، الدعاء. احنا دائما المؤمن يلجأ الى ربه، اللهم سدد لساني. احنا دائما كنا النبي اللهم سدد، شوف كلمه سدد، اللهم اهدنا وسددنا، لانه هذا اللسان، احنا الحديث اللي قلت لا يستقيم العبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. يعني هذا اللسان سبحان الله العظيم، اللسان كانه هو ملاك الامر كله. وبالتالي هذه النقطه الرابعه. النقطه الخامسه اللي هي الحرص على تعليم اللسان الكلمه الطيبه. احنا عوض، احنا الانسان دائما عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لك هذه النفس ان لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. هذا اللسان عوض انك سمحوا لي بعض الاحيان نتكلم فيما لا يعنينا، والله غير كلام كنا قادرين نستغنوا عليه كامل، ما لا نحتاج اليه ولا يهمنا. والنبي عليه الصلاه والسلام من حسن اسلام المرء تركه من احنا، كاين واحد التفاصيل واش راح ندي منها في الاخير، لا خذ من عوض اني نتكلم هذا الكلام
إنسان يذكر ربي سبحانه، يعوض أنه يبدأ يطلع. إحنا على بالكم معظم حديث النفس حديث سلبي كما يقول العلماء، ولذلك إحنا علاش ربي سبحانه من النفس لأمارة بالسوء، لأمارة بالسوء، بارك الله في إنسان يطلع وكيفاش وفلان وما جاش وقتليش وفلان وعلاش وكذا. فعوض أنه الإنسان يشغل نفسه بهذا الشكل، يشغل نفسه بذكر الله، يشغل هذاك الوقت اللي نكون عوض باش نبقى نقصر في أمور لا حاجة لي فيها وربما قد تكون تؤدي إلى ما لا يحمد عقبه، يشغل نفسه بذكر الله. النبي عليه الصلاة والسلام قال اجعل لسانك رطبا، اسمحوا لي إخواني مش متى كلمة رطبا، اللسان كي يذكر ربي يولي يتعفف من قول الحرام، يولي يتعفف من القول الكلام، وحتى إذا قلت كلام ماشي مليح ثم تندم على روحك. وبالتالي وذك كاين سيدنا عيسى عليه السلام مرة أكرمكم الله مرة أمامه خنزير، وش قال له؟ قال له مر بسلام. وش قالوا للحواريون أصحابه؟ قال لي ما قلت له يا نبي الله؟ قال حتى أعود لساني الكلام الطيب. الإنسان سمحوا لي الحين والله ما كان ضرورة حتى مع أولادنا حتى مع البيئة التي نحن فيها يكذا ويعطيك كذا وليد كذا، مش ما ضرورة الكلام هذا، عود لسانك الكلام الطيب. وآخر حاجة نختم بها، حاسب نفسك قبل أن تحاسب يوم القيامة. حاسب معليش كنت نغلط كنت ندير كنت ذا، احرص على أنك تعلم نفسك ضبط هذا اللسان، اضبطه اليوم قبل أن تحاسب على الفاتورة الخطيرة التي ستعطى بين يديك، وربما أنت ما راش قاعد تصور هالفاتورة هذه كم ستكون. واجعل منه وسيلة تقودك إلى الجنة وليس وسيلة لا والعياذ بالله تقودك إلى النار. جزاك الله كل خير أستاذة فريدة، رحلت كريمة بهذا الموضوع. فلنعتبر اليوم ربما هي مناسبة حتى نعتبر، ولو لم يكن الأمر عظيم لما أقسم الله تعالى في كتابه الكريم بالقرآن المجيد قاف والقرآن المجيد لما تكلم عن الرقيب العتيد. صحيح ما يلفظ من قول إلا ذي رقيب عتيد. شكرا لك، جزاك الله كل خير أستاذة، الله يكرمكم، شكرا، بارك الله فيكم، الله يحفظكم، شكرا لكم، بارك الله فيكم. يلا نعم نواصل مشاهدي الكرام، متواصلين معكم في بقيه المحطات مباشره بعد كي المرحله هذه تكون فاتت شويه. كاين ادويه، كاين سكون ابل دي فينوتونيك، كاين دواء نقدروا نشربوا يعاونوا ثاني للذن، يعاونهم يوليو يخدموا بيان. كونت اون اريف دي ستاد افونسي كاين سكون ابل كيبانو هذوك لي فاريس، يبانو يعني استيتيكمون اي سون با ماشي ملاح، دونك نديروا سكون ابل لا سكليروثيرابي. نعم اللي هي اون انجيكت، هي لي فاريس يبانو هكذا شغل عاود هذيك الحقن. كاين واحد البرودوي اون انجيكت داخل لافاريس ومن بعد لافاريس هذيك تموت. هذه شفتها سي اون ساتيسفاكسيون ميم كي تشوف فيها نتيجه، تعطي نتيجه، كاين نتيجه ايميديتمون كاين نتيجه، مي مالوغوزمون واحد لو كان زعما يكمل سيكسبوز فاكتور تاع اللي يوقف بزاف وعنده السمنه ولا اخر هذاك يقدروا يعاودوا يوليو. يعني ماشي خاطر لي فان كاع يسون مالاد، ماشي برك هذيك نحيو هذيك المريضه واللي ماشي مريضه بشويه تقدر تمرض. نعم هذه هي كاين شكون ابل هذه لا سكليروثيرابي، وكاين لا شيروجي كيكونوا بزاف يخرجوا بزاف لي فان هذوك، ودي فوا يكون دي زيلسيراسيون، دي فوا تجي ليكزيما في الرجلين، دي فوا يجيو دي زانفيكسيون يعني نلحقوا لها الحاله، يعني هذوما مضاعفات يعني افونسي. في هذا الوقت لازم نحيوهم. ايوه ابل سالو ستريبينغ، نحيو هذيك لا فان اللي ماشي عرق مباشره تنحى باسكو لي فان ما نسحقوهمش يعني 100%. كاين اللي ما نسحقوهمش، كاين تنحي هذيك، كاين واحد اخرين اللي يخدموا الخدمه تاع هذيك. Il y a d'autres vins qui se développent. Il y a plusieurs vins. Nous avons des vins qui sont en OK. Ou dans tous les cas, il y a ce qu'on appelle les bas de contention. Les bas de contention, ils sont indiqués pratiquement à tous les stades. Même s'ils ont des bas de contention. Les bas, il y a des qualités. Il faut dire qu'ils sont en chez un spécialiste qui a des bas de bonne qualité ou qui sont en soi-soi. Il faut des mesures. ولازم دي دوغري ثاني تاع لا كونتونسيون. ودكتور الخطا الشائع اللي نشوفه وانا شفته هو لي با كونتونسيون يلبسون بطريقه خاطئه. ربما بمجرد انه يكون ربما فيها نفخ ولا جهه معوجه ولا هذا راه يقول باللي لي با تاعك ماشي خدمتهم كما يجب. ماشي ملاح. كاين دي با اون بليس سي لو ميدسان كي ديسيد، كي يجي عند الطبيب حنا نديروا له تشخيص، نديروا له ان ايكو دوبلير فينو على حساب لو ستاد تاع لي فاريس تاعو، نشوفوا لي با اللي نعطيو له بروميييرمون، نشوفوا اسكو نعطيهم له لهنا برك ولا لهنا ولا كومبليتمون حتى لهنا. ايه فهمت. بليزيور دوب. وكاين لو دوغري دو كونتونسيون. كاين كراد 1، كراد 2، كراد 3، كراد 4. حسب الحاله على حساب يعني المرض اللي داكوغ. ويروح يتوجه لي بيا هذا لي با، ولازم يكونوا دي با دو بون كاليتي.
ويوري له كيفاش يديرهم، يقيسهم لو سور بلاس، يل برون دي ميزور او نيفو دو لا كويس او نيفو دو مولي، ويعطي له دي با لازم يجيو سوا سوا. وعلى بالك دكتور انا شفتها، واسمح لي إيه. وهذا لي با عندهم ان ديوري دو في ثاني، ماشي واحد يشري لي با يخليهم افي لي با جينيرالمون سي 6 mois 6 شهور. كاين اللي كيجيهم مزيرين يقول لك لا لا ما حملتهاش ينحيها وخلاص، هي هذيك هي المليحه. لا لا مزيره على حسب الطبيب اللي يقول له، ولا مزيره ولا ماشي مزيره، هذه هي. والطبيب اللي يقول له ولا يدير غير هنايا برك ولا هنا ولا كاع حتى الابدومين. دونك هادوما سي لو ميدسان كي دون اون اوردونونس سور لاكيل يل انديك لا 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 لو دوغري دو كونتونسيون اي لي با، يعني لا فورم دي با ولا هنا ولا هنا ولا هنا. طيب انا سؤالي راح يكون في اي مرحله نقدروا نقولوا بلي لي فاريس تاعي لازم نروح نشوف الطبيب؟ باسكو حنا بزاف بلا كل واحد فينا عنده شويه دي فاريس مي سا جيم با ما يبانوش بزاف، مي في اي مرحله تنصحنا؟ هي واحد كونتي سون اسيمبتوماتيك، يعني واحد كي ما يحس لهمش، ما كيوقف ما يوقف زعما اون دوميور ولا اون اور، ما يحش السطر في الليل، ما عندوش دي لوردور، ما عندوش لي دولور. نعم. يعني سا ريست توجور دي ميزور هيجينيك، لازم قلت لك بليزيور فوا دون لا جورني يتكسل، يطلع رجليه، يفو ايفيتي ليكسي دو بوا، باسكو ليكسي دو بوا ثاني ماشي مليح، سا فافوريز لاباريسيون دي فاريس. هذا سي ان سيتادير سا نيسيسيت با ان تريتمون سبيسيفيك. مي ديك كيل كومونس ا بوزي دي بروبليم، يعني تشوف فيهم بداو يخرجوا. ولا في الليل فريمون دي دولور امبورطونت ولا وليو تقال، هذاك الوقت يفو كونسلتي. هذاك كي تروحي عند طبيب، طبيب يدير تشخيص ويعطي لك لو دوغري تاع لا مالادي تاعك، ويعطي لك ان تريتمون او فونكسيون دي ريزولتا دو ليكزامان كلينيك اي دو ليكو دوبلير فاسكولير. طيب دكتور ربما هذا هو السؤال تاع موضوعنا اليوم، وقتاش نتقلقوا بشان مرض الدوالي؟ يعني وقتاش نقولوا بلي الامر اصبح خطير؟ هي لي فاريس يعني سي با اون مالادي غراف، ما نخافوهاش. هي ما تخافش، كاين ان كومبليكاسيون يعني كي يروحوا بزاف يعني ماشي مليح، كاين سكون ابل لي كومبليكاسيون اولسيروز، يعني تصرا ان اولسير، يعني لا بو تولي خلاص تنحى، ويصراو دي زانفيكسيون، هذوك لي زانفيكسيون ماشي مليح، مي سي ريست توجور لو برونوستيك، يعني ما كانش برونوستيك فيتال. كاين لو كانت تقطع هذيك لا فاريس باسكو تخرج كوجا يقيسها لها حاجه تقطع، يبي افوار دي كومبليكاسيون هيموراجيك. مي هادو ما سيرست يعني ليكم حنا بور نو سي با كيك شوز دو غراف. مرات يتنفخ هذاك العرق، يتنفخ لو كان ينفخ هكذا، لو كان يقيسوا حاجه يقدر يتقطع، هذه سي اون كومبليكاسيون هيموراجيك. مي لا كومبليكاسيون لا بلو غراف اللي تقدر تجي سي لي فليبيت، سي لي ترومبوز، يعني كيكونوا لي فاريس هذوك تري امبورتونت، الدم يتحجر الداخل يتخطر يتخطر، سون ابيل سا ان ترومبو فليبيت. وهذيك لا فليبيت لو كانت تكون كبيره تقدر تروح حتى القلب، تروح حتى لي بومون، سا بو دوني سكون ابال اون امبولي بيلمونير. هذه سي لا كومبليكاسيون لا بلو غراف، الي غار مي اليكزيست. داكور. اي بور سا كيكونوا لي فاريس يعني دون مانيير يعني كنشوفوهم كبار بزاف، لو ريسك داباريسيون دين فليبيت اكزيست. هذا هو لو ريسك لو بلو غراف. الامبولي بيلمونير سي اون مالادي غراف. اوكي وي وي. دونك نقدروا نبدو هكا نصائح للناس يمكن كيفاش باش نيفيتيوهم، ولا اون فوا راهم عندنا كيفاش نتعاملوا معاهم، ولا واش النصائح اللي نخدموا بهم؟ هي لي فاريس دي مومبر انفيريور، حنايا اون طون كارديولوج اون كونسيدير كوم اون مالادي بينين، يعني ماشي مالادي ماشي كيما لا مالادي تاع لي زارتير، ماشي كي مرضوا لي زارتير هذوك. لو كان واحد يصرى له ان ترومبوز في لي زارتير دي مومبر انفيريور، صرى له ان نيكروز موت كبير. لا لا لي زارتير لي الدم اللي يجيو العروق اللي يجيبوا الدم من القلب لو كور كامل لي مومبر انفيريور، هذيك لو كان يتبوشا وتصرى ان نيكروز هذيك يفو ان امبوتاسيون. ديسيدي علاش قلت لك لي مالادي تاع لي فان اي سون موان غراف كلي مالادي لي زارتير. داكور. وميم التدخين ثاني عنده ان افيه على لي فاريس، عنده على لي زارتير وعنده على لي فان، يعني لي مالادي artérielles ils sont plus graves que les maladies veineuses. La maladie veineuse elle handicape la personne à la longue, il peut واحد ما يقدرش يمشي يولي vraiment les رجلي يصراو له des infections de l'eczéma هكا، mais c'est pas des complications graves. Mais chez qui les maladies artérielles قادر يكون وراثي واش لي فاريس dans 80% c'est héréditaire. Héréditaire. La majorité des tu vois toujours dans les membres de la famille qu'il y a un qui ont les varices, soit les parents ou tu vois deux trois frères qui ont les varices ou d'autres qui n'en ont pas. وإذا كان الإنسان ربما مصاب بمرض مزمن سكري ضغط دم حاجة هكذا، هل هذا قادر يكون أنه محفز أنه الدواء اللي يظهر بسرعة عنده؟ لا لا قلت لك هذوك سي دي مالادي ارتيريال، لارتيريوباتي. لارتيريوباتي كاين المرض السكري، كاين ليبيرتونسيون ارتيريال الضغط الدموي، كاين لو كوليسترول
وكاين تدخين، تدخين في زوج يقدروا يديروا، مي لي فاريس دي مومبر انفيريور سي ان فاكتور محسوب ايريديتير اي اون اكسبوزيسيون، يعني سي ليجيان دو في. سيرتان بروفيسيون فافوريز لاباريسيون دي فاريس دي مومبر انفيريور. مي شي ان ديابيتيك، دي فاريس شي ان ديابيتيك بوفت اتر دونجورو. خاطر لو كان تصرا اون اولسيراسيون شي ان ديابيتيك ما يبراش هذاك الجرح. نعم. كي ما يبراش سي ان كون خطير الامر يولي. Voilà, donc un diabétique doit faire attention plus s'il a des varices qu'une personne non diabétique. Montez, femme là, femme dans le monde, هذا كما يجب. فهمنا والله يعطيك الصحة دكتور. الله يسلمك. Vous êtes magnifique, يعني très bref, ونتمنى أن نجاوبنا على كل تساؤلات المشاهدين، يعطيك الصحة. الله يسلمك. نفرحوا بزاف بمرورك معنا. الله يسلمك. يعيشك، شكرا لك ويوم سعيد. الله يسلمك، شكرا. مرض الدوالي ولا لي فاريس تكلمنا عليه في موضوعنا اللي نهار اليوم مع الطبيب الدكتور علي الويفي اللي حضر معنا، نظن أنه نروح على فاصل. نعم، هنا فاصل صغير ثم نعود بعد ذلك لاكتشاف بقية الفقرات. تفضل. اليوم إن شاء الله راضيين دائما علينا. فوالا بهذه المقدمة الجميلة تاع صلاح الدين واكلين وجوينا، إذا بدور نوجه تحية لكل أم راهي تشوف فينا ولكل امرأة راهي تشوف فينا، فنقول لكم مشاهدينا الكرام محطتنا الموالية راح تكون نسائية بامتياز، تناولناها. في البداية قالت زهر بلي احنا الحقيبة تاع الميك اب تاعنا كامل مسخين. دوك الفامي كونفيرمي مولات الفقرة. دوك نروح ونشوف مع منال اللي راهي حاضرة معنا اليوم لإمضاء هذه الفقرة، نجي عندك باش نشوفوا لي تخوص دو ماكياج. تقول لك منال صباح الخير. أهلا وسهلا. سافا؟ مشاهدين سافا الحمد لله. يهبلوا هكا ما يبانش فيهم الوسخ. هادو ما يتوسخوش. حنايا من تعطينا اون بوشيت توت نوا راح توجور تتوسخ، ما تحطوا فيها غير فخفخ. اوتوماتيك نوسخوا سا نيكزيست با، وحده عندها بوشيت دو ماكياج نظيفه، نتحداكم قولوا لي. لكن وحده هاي اللي عندها تعيط لنا هاي تاعك بخوخ. سي بوغ سا كوني لا باش نعلمهم كيفاش يخدموا. افا اون فاي سي دو لوغ اكسبليكي. كنت درتي لا دوبليغ معاهم. هاي ليك بون لا نوار، هاي ليك لا دوبليغ نوار توت اون نوار، هذه ميك اب 100%. ميرسي ميرسي يعطيك الصحة. شابة الاهداء. Pour offrir. Comme un cadeau pour les mamans. Saint Valentin, j'ai. Ah, c'est ça. Elle a la couleur. Elle a surtout les filles qui veulent commencer le business. Budget. كما هادو لو كان نقول لك شحال يسقام وليد ضحكي دوك. اها 25000 25000 تسقام كامل 25000 صح نسحقوا ان فيرمتور اكلير دو بريفيرونس ما تكونش انفيزيبل، يعني تكون فيرمتور هكا باين الكورسور تاعها باش تقدر لافي تفتح الاز كي تستعمل باسكو كاين انواع فلازيب. نسحقوا دو لا فوغور، واذا حبوا يديروا قماش واحد اخر يقدروا يستعملوا نيمبورت كال تيسو. نسحقوا لا دوبلور، بون انا في لا دوبلور لهنا خيرت تافتا باسكو اقتصاديه وثاني سي جولي عندها اون سيغتان بريونس. اذا استعملوا قماش خشين ما يسحقوش لا دوبلور، وإذا تحقوا تافتا يسحق انفان ما يسحقوش لونطوالاج. إذا استعملوا قماش خفيف بزاف يسحقوا حاجة اسمها لاتوال كولونت، هادية تستعمل تتحدد فوق القماش هكا باش لا دوبلوغ تاعك تتحدد فوقه باش توقف. سي سا ابخي لي ميزور اللي نسحقوهم جي بريباري ان باترون لهنا اللي فيه اللي حابين يبداو اوموان يعرفوا شحال الغيكتونغل تاعنا فيه، فيه 36 على 28 سنتيمتر. دونك هذه هي لا بوشيت تاعنا كيفاش تكون. ابخي حنايا كي نخيطوا راح يخرج الشيب هذاك، راح يخرج لو فوليوم هذا اللي راهو عندنا لهنا. تسمى هذه هي الحاجه اللي راح تكون ام تي بو كومبليكي، مي ماهيش امبوسيبل افير. تسمى يشوفي برك يتقلب لي ديتا. بيان سور فتحي تشوفي لداخل لا فينيسيون. ايه جوستومون. واي طفله تبدا الخياطه ما تعرفش كامل تقدر تبدا هكا وتخرجها تخي بيان فيني كيما راهي هنا. دونك سي جوست اون كيسيون دو باسيونس، الخياطه لازم برك باسيونس طول تبال وتحط راسها سي تو. تري بيان راهي من الداخل سي تري بيان فيني. ميرسي يعطيك الصحة. أنا لو برودوي ألجيريان ماذا بيا يكون يشرف، دايما كيتحط في المارشي ما يبانش حاجة دو باد كام. عجبتيني. ميرسي. تفضلي. فوالا أبخي دوكا حنا أون فا كومونسي أكودغ. نبداو الحاجة الأولانية نلصقوا لا زيب تاعنا.
Bon, انا راني فصلت لهنا ديجا لو ريكتانغل ديالي بلا فورور. لا فورور جي لي با انتوالي. انتوالي سيتادير ما حددتش هذا عليها باسكو هي ديجا اسي ريجيد دونك واقفه. دونك فوالا هكا نحكموها نحطوا لا زيف ديالنا. بون هي جوست يفو ايماجيني كيفاش رايحه تخلط لا بوشيت هادي. دونك انت يا لا زيف تاعك راح تتحل هكا. دونك هكا راح تتحل. دونك حنا نخيطوها منا باش الخياطه تاعنا ما تجيش باينه. اوكي بون بور لا فيرمتور عندنا ان بي دي بيش سبيسيال اللي يعرفوا شويه الخياطه على بالهم سي كوا ان بي دي بيش. سي هاد هاد لا بتيت بيس سبيسيال لي فيرمتور سي سا. نبداو هكا نحطوا فوقها ابخي كي نكملوا نخيطوا هنا كامل رايحين نحطوا فوقها لا دوبلور تاعنا وتوجور في الخياطه نحطوا الوجه تاع القماش على الوجه تاع القماش. اوكي دونك شوفوا سافا ميتر كومبليكي باش نفهمكم كلش ان كيلكو مينوت مي جو في فو اكسبليكي البديه كيفاش وماذا بيا تعرفوا باللي سو ني با كومبليكي سي لو بلوز امبورطون بور مو. اوكي هكا اون فا كودغ لا اوسي باش كي نقلبوا رايحه تجينا. بون هكا لازم نخيط خيط. اوكي خيط معليش منال ومن بعد كي ديري وحده انت حبيت زهره حبيت زهره دير وحده جو سوي خيطي وحده جو سوي با دوي لا بينتي 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 وانت بابا ما نعرفش خلاص على بالي خافيش سي با كومبليكي غير الخياطه راني فريتها لك راني لقيت لك سبعه جو سوي با دوي في الخياطه انا لقيت لها حرفه يا زهره جوستومون ما لازمش تكوني زعما فريمون دوي جو كخوا كو الخياطه عندها بزاف لا باسيون لازمك لا باسيون سي سكو جي با سي سكو جي با انا كنت تعقد لي سلسله نرميها عرفش الحل هاكي خدمتي خطا اللي فات مع نديم براسلي ودار حاله في بليده وي اليوم مع منال كاب ديري بوشيت و... خدمت براسلي تباع سيغ بلاص هاي خلاص زهر هكا اللي جينا للورشه لازم ندير حرفه منه صح تخي بيان دونك رانا خيطيها قلتي نديرو ان بوان داغي لو بوان داغي سير استيتوريزي لا كوتور معناها رايحين نمتنوا الخياطه تاعنا كي نبداو. اوكي صح عطيونا سيري على الصوت هذا فكرني في يامات زمان كانت البيوت الجزائريه ما كاش دار ما فيهاش مشكله تاع الخياطه غدوه العيد وشريتي حاجه كبيره ايه. عليك وكانوا يخدموا فيهم هذوك التريكوات هذوك تاع الصوف هذوك الخشاب وكانوا هذوك الماشينات تاع الرجلين انا شفت في دار جداتي لانه عندي خاله كانت تخيط كانت فيها هذيك تاع البيدال وكنا احنا الصغار نروحوا نقعدوا فيها ونجيو نبيضاليو ونتحوزوا تدي الله يرحمك اللي حوزنا من الصغار تحيه كبيره للناس من انت مين تعلمتي الخياطه ولا كيفاش بون انا بديت وحدي ومن بعد بديت وحدي جافي اون بتيت ماشينه كودغ دايوغ هذه شحال عندي ما استعملتهاش انا راني خايفه كي نبدا نستعمل فيها باسكو انا نستعمل الاندستريال الكبيره هذه جديده فوالا ابخي بديت نتعلم عند وحده جارتنا وكم درت لي زيتو تاعي في ايكول سوبيريور ما كانش عندي الوقت نكمل تما في المشوار هذا تاع الخياطه ومن بعد ابتي تابتي جي سي دو ريبروند بديت في دي زيكول يوتيوب شو الخياطه اهم حاجه سي دو فير دي ريشيرش ماشي تتعلموا في ايكول وتقولوا ساي هنا رايح نرفد كلش ولا ليكول هذه ما تقريش ولا سي نتوما ولا فولونتي ديالكم كيما نيمبورت كيل دومين داكور واش خلاك تحبي الخياطه ربما في العائله تاعك ولا احلى حاجه في كي نخيط حاجه في الاخر تكون ان بو تيسو ومن بعد كي نكمل نلقاها اون كرياسيون تحس روحك درتي ايه تحسي جوغ تشوفي ولا لا رياكسيون تاع لي كليون سي اوسي تري امبورطون بور مو زعما اون بوشيت كيما هادي شحال تحكم لك الوقت منال وحده جديده تحكم لها نص ساعه حتى لساعه زهره في خلص ليميسيون يا ربي زهره 10 ونص يا ربي ساعه غون ماكس نص نهار زهره نجيبو الو شيف ساعه غون غون ماكس واذا كان اون فيريفي توجور بلي لا زيب تاعنا تتحل بما انه هذه الفقره هي موجهه لاصحاب المشاريع دونك انت قلتي لي بلي البينيفيس تاعها نقولوا من 80000 حتى ل 70000 بون هي في الاسلام خير عندنا قواعد كيفاش ندو البينيفيس ما قصدي نقدروا نلحقوا نبيعوها حتى ل 1200 باسكو سو سون دي شوز دوموندي ما كانش 25000 راس مالها راس مالها 25000 اربع خطرات هذه لا لا بصح زيد لها التعب تاع لا كوتشور هي دخلت لك خبزت لي قالت لي زيد لها التعب ديروا 70000 الفايده 70000 في نص ساعه ابخي نطويو هكا يا حي انا بكره غدوه ما نجيش واني شاري ماشينه اليوم 70000 في نص ساعه مشاهدينا الكرام عليكم غير على البوشيت تاع المكياج دير فورماسيون شويه على المنال ويلا ايه والله سي سيريو ولينا نشوفوا بزاف مشاريع هكا صغيره صراحه
على بالك زهرة المرة اللي فاتت تكلمنا على الوظيفة الثانية لو تتذكري فنعرف الناس أن ربما عندهم وظيفة مهنية كما قالت لك ما أنا قريت في المدرسة. أنا كنت أستاذة في الليسي وي كنت أستاذة تاع مادة الرياضيات درت مدرسة عليا تخصص الرياضيات. إيه سي بوغ سا تكونتابيليزي مليح. لازم فرصة حسب فيها 620 ديريكت. أوكي لازم. أبخي كنت دايرة دي دو كوتي. Oui, Anas, je trouve que donc on est en 2024. En même temps, on a tout, bien sûr. Voilà. Il y a des détails, il les a mis dans le film, le Je fais les détails, c'est Hadja Loulet. على الخيط لي ديتاي ما ديروش كيما انا ما تعبزوش بزاف على البي تاع لا ماشينا كود هي راهي تحت ضغط زهره دونك هي تعبز بزاف دونك نتوما راكم الاس لا انا موالفه لا ماشينا كود اندستريال فوز ابوي فور تما تمشي مي هادي لازمها مسعفه دي كونساي كومونسي ما تقعدوش تقولوا او سي كومبليكي كيفاش ندير ما كوليكسيون كيفاش نبدا البيزنس تاعي هي اصعب حاجه يمكن في اون كوليكسيون هي انك تطيح في لا بون كوتوريير انا هذه هي على اساس هما يبداو يقدروا يبداو ابار اذا ما عندهمش الوقت بصح كيما هذه تقدر في الليل تخيطها صباح تبيعها ماهيش حاجه كومبليكي سي ان برودوي اللي يبيع روحه لازم يخيروا حاجه ما كاش سور لو مارشي كي يحطوها تبيع روحها سي صح ولا فولونتي بيان سور نعم نخليك تخدم منال نروح مباشرة سؤال تفاعل نعاود نرجع لك كي تولي نخلي لك لافينيسيون نخلي لك باذن الله تخير زعما دوك دوك كنت راح نوض نجيب لها كرسي باش تريح سلكني سي فاكس سلكك الله يسلمك نروحوا نشوفوا نروح نشوفوا سؤال تفاعلي معك صلاح تفضلي ربما هذه هي الوظيفة الثانية ولا الحرفة تخليك ما تروحش للكريدي وما تخليك ما تروحش تسلف يخلص عليك الشهر وتخلص لاباي فهذا هو سؤالنا اللي معها اليوم الكريدي اليوم ولا القرض ولا السلف ولا التسلف سلاف بيناتكم هل انتم من الناس اللي تروح له اختياري ولا تروح له اجباري بحكم الظروف ولا مهما تأزمت عليكم الظروف ما تروحوش ليه ما تلجؤوش ليه التسلاف الكريدي وكل ما يدور على هذا الموضوع راح نشوفوه في مايكروفون نشوفوه تعمل يلا الزميل اللي دار الاراء شوفوا شكون رصدها نعم سارة عزوز سارة سارة عزوز حبيبتي شوفوا ديما نغلط في الاسم تاعها فنشوفوا سارة عزوز واش جابت لنا فيما يخص هذا الموضوع مع اكيد سامي اللي كان في التصوير لنعاود لا لا ما استعملش الكريدي لا ما استعملش نمشي قص الشهرية تاعي وما نديش الكريدي انا ما نديش ضغوطات لنفسي وما نديش الكريدي ونمشي على قيسي عندي نمشي ما عنديش ما نسلف ما ندير كريدي ما والو بنتي العزيزه انا ما نحبش ندير الكريدي نحب نمشي قيسي خاطر ما دير الكريدي تفوخ بروحك تسمى دي فوخه لازم الانسان يمشي على قدره كيما يقولوا عيش قيسك وعيش نهارك فهمتيني كل قيسك والبس قيسك لا ما درتش ما استعملش الكريدي لا ما استعملش نمشي قيس الشهريه تاعي قيس الشهريه ديالو هذا وراء الجزائريين كامل يعني صح سبحان الله تلقاي الناس ربما يخلص شيء واللي يصرفوا واقيلا اختارات هذاك الشيء ويلقى روحه ربما في وضع مرهق صح جو سوي داكور صلاح كيما بزاف ناس قالوا في لي صالون قالوا انك لازم تعيش قيسك اهم أكيد. حاجه هذه نظن انك لازم صح تعيش قيسك لانه كي تعيش ولا تدير في تكلف روحك فوق طاقتك راح تروح في لازمك تسلف لازمك دير اشياء يمكن صح. ما ترضيش ربي عز وجل صح وهذه اراء الناس واراء راهي مختلفه خلونا نشوفوا هذا الراي عبر هذه المكالمه ونقول لها صباح الخير مرحبا صباح الخير اهلا بك مرحبا مرحبا بك صالح واش حوالك لاباس والله غير الحمد لله لاباس مرحبا بك مرحبا انا خربت خاطي لا تيلي باش ما تقوليش بعدت على لاتيلي باش ما تقولهاش ايه باش ما نقولكمش هذيك تاع بعدوا على لاتيلي هذيك هي هاي ما نتعبوكش شكون معنا من وين؟ مسكيكدا انا مسكيكدا مسكيكدا مالا نجوز لك بنت بلادك تفضلي الو صباح الخير اهلا صباح الخير واش حوالك لاباس؟ لاباس الحمد لله وانتيا؟ والله الحمد لله لاباس نقولوا في هذا الساعة شكون معنا؟ من وين عرفنا؟ شكون؟ انا ام نضال مسكيكدا ام نضال؟ ايه من وين مسكيكدا؟ من
من مزغيش. من مزغيش نعم. قريبة عليك. مزغيش بعيدة شوية بصح على كان في سكيكدا. سكيكدا ولاية. نضال أم طفل فهمونا لليوم، نضال اسم طفل ولا طفلة؟ ميكس. طفل أنا تاعي درتو طفل. أنت نضال طفل. أنا درتو طفل. هاي صح. قبل بصح اسمي. شباب بزاف. أنا ممثلة نضال الجزائرية. نضال الجزائرية أكيد. ربي يحفظه إن شاء الله يفرحك به. يعيشك ان شاء الله وفرحني العماده وما عليش. الحمد لله خليك مفرحني. الحمد لله يا ربي. اذا قل لي ام نضال. هذا العام جاب لي الباك فرحني. الباك تحيه ليه ان شاء الله تشوفه في اعلى المراتب ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. ام نضال حبيت نسقسيك على سؤال تفاعلي. سقسيني وزيد نسقسيك انا تعجبني لي فاريس قباينات محكمتهمش. اوكي. ايه لي فاريس الموضوع هذاك. عجبني بزاف محكمتك. استفدتي منه وديتي كامل المعلومات اللي حبيتيها. معليش شويه الشغل عندي انا ثاني لي فاغيز شتيت نتقصي الطبيب لغاني. علي الويفي راح. نعم. معليش. لازمك تروح عند طبيب القلب الاقرب ليك باش تكونسلتي لانه قال لك ما مليحش كي نخليوهم يطولوا. ما عرف هذا ليك. نعم. قول لي ام نضال اسكو انت من الناس اللي يديروا الدين ويسلفوا ويديروا كريدي باش يكملوا الشهر؟ انا ما نحبوش الكريدي ما تعيش خلاص ما تسلفش ما عندكش واحد تسلف من عنده كتيح اون بان الكريدي ما نسلفش والو والو صح صح داير حسابي تدقيقي فضلت صح واسمعي السؤال ديالي وانت يا تسلفي يعني تعطي انت يا تعطي الدين للناس ربما نسلف ساعة وعلاش هكا ايه وهكا لا لا عقولي لي هكا ايه وهكا لا لا ما عرف ما نقدرش ما اوكي ما تقدرش صح 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 السؤال الثاني يقول كنتي تسلفي للناس هل ربما نهار تحتاجيهم تروحي تقصديهم تقول لهم ردوا لي واش عطيت لكم ولا تخليهم هما بضميرهم يجوك ما نقولهمش هما يدبروا روسهم ولو كان ينساو هذا انا ندير في الثقه في اللي ما ينساش عندك الحق والله غير لازم نجي ندير عندك فورماسيون لازم نجي نقرا عندك توري لي الطريقه كيفاه يقول لك اللي يدالك خبالك خليه ينسى ربي يحفظك صحة شكرا لك ربي يحفظك شكرا ربي يحفظكم وشكرا على الحصه بنتي تموت عليه بسبب ديما تفرج عليه ربي يخليك يخليها هي وقالوا الشيف شكرا 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 دمتي وفيه لينا يعيشك يعيشك وربي يحفظكم وطلع على خير مع السلامة ارتاحي شوية صوتك يبان تعبان فارتاحي شوية سلامتك إن شاء الله ربي يخليك يومك طيب يومك سعيد فالصغار تاع الباك لدوك مازالهم تحياتنا ليك ولكل سكان سكيكدا هذه المدينة الرائعة الطيبة للمضيافة اللي تحب كامل الجزائريين يزوروها شكرتكم ما اي هضري شويه على منطقه القبائل القبائل والكل الجزائريين اللي راهم يشاهدوا فينا وين ما كانوا اليوم القبائل اللي حاضره معنا فيرسو ايطاليا كوزينه راهي شوف نعم نعم منال روحوا مكالمه يلا تفضلوا طلعتيها من المزيان درتها حبست الماشينه حبست الو الو صباح الخير صباح الخير زهرة صباح النور اهلا مرحبا بك الله يسلمك واش راكم صافا لاباس الحمد لله وانت يا الحمد لله لاباس الحمد لله الحمد لله تفضلي يسلمك يزيد فضلك الكريدي انا على دار الكريدي نهضروا واش نقول لك الكريدي مليح وماشي مليح مليح وماشي مليح مليح وماشي مليح هيا قولي لنا علاش وعلاش يكون انسان محتاج في حاله مزير حاله كما نقولوا انسان يكون راح يتزوج دي فوا يسحق دراهم صح دي فوا بنيان يكون يبني ايه الضروره هادو ايه. هادو هما الضروره يعني للضروره وكيكون قادر يرجع صح وانت كي تكوني ربما في هذه الضروره شكون هما الناس اللي تلجئي ليهم قراب ولا ناس برا ولا كيفاه؟ جينيرالمون الاحباب اللي كيما نقولوا لي زامي انتيم اللي تسل عليهم وش هي أكبر صوم تسلفتيها؟ يعني طلبتيها؟ أكبر صوم تسلفتها 200,000 دينار 200 مليون 20 مليون وقلبتيهم ولا مازال؟ لا رجعتهم رديتيهم هيا عملتي مليح صح وقولي لي دوكا علاش لا علاش ضد؟ كيفاش؟ قلتي لي مليح وماشي مليح دوكا قولي لي علاش ماشي مليح؟ ماشي مليح ديفو الإنسان ما يقدرش يرجع صح
ايه كي ما تقدرش ترجع ثاني تولي لك الشماع وتولي لك مش عارفه انا يعني انا بيرسونيلمون انا وقت يكون سالي دراما ما نقدرش نشوف فيه. صح 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 الانسان يكون متاكد باللي يقدر يرجع يتكلف ويرجع معليش. ماشي كامل الناس بصح على بالك كاينين الناس ما يسلفوا ما يرجعوش ويقابلوا عادي ويديروا لك الف عذره. وانا اللي تحيرني شوفي معايا اذا كان توافقين الراي ولا لا انك انك تسلفي تمدي يعني الدين للناس نورمال يعني يجي يقولوا لك سحقيتهم ولكن نهار تحبي تردي دراهمك لازم تبرري لهم لازم تقولي ولا غير سحقيتهم هذ اموالك وما يعجبهمش الحال تاعك شفتي يقصوا معك العلاقات الدوليه الدبلوماسيه يقصوا معك كلش والله ان شاء الله ما يكون غير الخير هذا رايك يعطيك الصحه واحد كيحل غنسلمك واحد كيحل عليك الباب لازم تكثر انا عندك دايما قلت لك واحد كي يجي يحل عليك الباب ايه نهار ضيق نهار ترجعيهم له بالفرح والسرور يعطيك الصحه كثر خيرك وكثر مالك صحيح انا هكذا صح. ربي ينورك على الكلمه ويسلمك ولادي هكذا انا اللي ربيتهم ربي يحفظك ربي يحفظك ان شاء الله شكرا لك اش ما توصينا ونوصيك والو صافي فليزير اللي هدرت معاكم سيختو زهرة وانت ربي يخليك ربي يخليك شكرا ربي نورك يعطيك ربي يخليكم ان شاء الله وينوركم شكرا يوم طيب يوم سعيد ميرسي بوكو اي بونجورني شكرا لك يعطيك الصحة كاين بروفيرب فرونسي يقول كي باي سي ديت ايه سونغيشي يعني الناس اللي تسدد الدين تاعها ترتاح سؤال سونغيشي اكيد 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 نعم. اكيد والدين والدين والتدين يعني بين الناس هو امر كبير يعني الانسان ما يقول لك ما لازمش يموت ودين عليه ولما يموت صح. ربما واحد فالامر معقد شويه فان شاء الله كل ربي يسدد كل الديون تاع كل الناس اللي ربما يتابع فينا ويشاهد فينا وربما الديون تاعها راهي مرهقه عليها احنا هذا الموضوع ما درناش باش نديروا نعطوكم موعده ولا نتكلموكم في هذا الشيء ولكن انه الموضوع اللي خيرناه اليوم هو الكريدي هو التسلاف باشياء بسيطه انك ربما تسلك امورك ولا مع هذا الشيء ولا ضده ياك نعم نبقاو في الشرق اليومكم عولين الشرق هيا تفضلوا قولوا صباح الخير الو صباح الخير اختي زهرة صباح النور والفل والياسمين اهلا والله اني فرحانه ما تتصوريش حبيبتي وانا اسعد اهلا وسهلا والله العظيم اليوم سي تان بلوس بوغ موا حاجه جايزه اليوم شكرا لك وحنا تاني فرحانين بزاف بالمكالمه تاعك تفضلي والله والسيجي اللي تحكيو فيه عجبني بالبزاف هيا تفضلي قولي لنا رايك والله رايي واش راح نقول لك انا طحت في واحد كيما يقولوا واحد البيتخان حنا نقولوا الدرس تاعنا حنا في عنابه واش يقولوا نقولوا لي بون كونت سون دو بون زامي سون دو بون زامي اكزاكتومون اي صاي سي مالوغو مالوغوزمون طحي في ديكا حكايا ايه ديكا كيما نقولوا بيرسونيل تسلفي لهم بيرسونيل ايه ناس قرابه ويازلي وكيما نقولوا حنا بالعنابيه ايه وكي تعيطي يقفلوا لي بورتابل شفتي يولي يتهرب هي عباياك هي للطرفه فقط يقول لك انسان ماكش حاب تجي تشوفه سلف له دراهم كيما قال لها تحب تقص معاه سلف له دراهم ما زيدش يبان من بعد كيما قالت الاخت زهره يقصوا العلاقات الدبلوماسيه والدوليه يقصوا العائليه والله اللي بغي لو فوكابيلاغ لقيتيه صحيح اكزاكتومون وي والله فرحانة سي تان بليس بوغ موا من رمضان ولا نعيط ولا نعيط قريب يلحق رمضان شوفي جزء عام ربي ان شاء الله لا يحرمنا منكم من صوتك والله العظيم سي تان بليزيغ شكرا لك يعطيك الصحة شكرا لك وي تفضلي لا انا جو سوي كونتخ الكريدي جو سوي كونتخ مالوغوزمون لا غالب يعطيك الصحة هذا رأيك زهرة عندها سؤال لك ربما وي سؤالي كان راح يكون أون بروفيت بما أنك عام وأنت تنسيستي باش تحكمنا طرح لنا تساؤلاتك ولا موضوع حابة تشوفه معانا كيما موضوع تعليم حاجة والله العظيم كفين الله يبارك معمرين ليكرون كيما يقولوا قولي كاش موضوع هكذا كيما تاع اليوم هكذا حبيتينا نتكلموا عليه هذا اليوم عبالي بلي فرختي قلبك والله فرخت الموضوع العلاقات صلة الأرحام ايه وي داكو يعني حبيتينا نتناولوه من الجانب الديني ولا من الجانب الاجتماعي يعني اختي زهره كي يحتاجوك يلقاوك وركزوا على الدار الكبيره ركزوا على الدار تاع جدات الدار الكبيره اللي تلم العائله يعني من الجانب الاجتماعي ركزوا عليها خلاص وشنو السؤال حبيتينا نطرحوه كيف حبيتينا نطرحوا السؤال كي تعود الافراد العائله فيها الكبير وفيها الصغير وعليه تكون الانحياز يعني كل واحد كيف يعني كل واحد يحب كيما نقولوا احنا في عنابه يجبد الزوره ليه يجبد الزوره
وهو امر مؤسف، حنحاول نعالجه في الايام المقبله ان شاء الله. والله سي تان فليزيغ ما قدرتش نهضر. هاكي عبرتي ها، هاكي شرفتي عنابه ونس عنابه. والله ما قدرت، والله يبارك، الله يبارك ما شاء الله. منين في عنابه؟ منين في عنابه؟ احنا من انا من الحجار. اهلا اهلا بك والناس الحجار. تحيه ليك. شكرا لك، شكرا على الاتصال ديالك. يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر. ايه صح. ربي ينورك، يومك طيب. ولا ما حكمناش، ان شاء الله صحه رمضانكم. شكرا، ان شاء الله تحكمنا ان شاء الله يا رب. شكرا لك، يعطيك الصحه. يومك طيب، مع السلامه. عايش كنت تانا كل الولايات تانا وانتم تانا. ربي يخليك. يومك طيب، يومك سعيد، تحياتنا للسكان مدينة عنابة الساحلية الجميلة، المدينة الرائعة. زين شكرا عنابة. هاي زين شكرا عنابة. بديتي بس كي كذا لازمك تكمل عنابة. شكرا نشلف عنابة كل الولايات بسم الله ما شاء الله لها، كل بولاية عندها زينها وعندها اليوم أنا الشرق غرب. اليوم رحنا بارتو. اكزاكتومون. حتى بحقائب الميك اب راهم رايحين بارتو. اكزاكتومون. راح نشوف حقيبة الميك اب وناي واصلة مع منال. سبقي وانا نجيب لك الكرسي تاعك دوك شوية حتى تسامي منال. واشنو؟ فيني سور لا بلي دور. شفتي؟ حب يحصلني هذا اليوم، حب تكشفني باللي زياد تزوجت صالح، سينو تكشف باللي ما نعرفش نخير. صح. قبل كيلكو فينيسيون، بون انا واش حبيت دقيقة، حبيت نوري لهم، نعاود نفتحها جوست باش نوري لهم واحد الحاجة تاع الفوليوم، هي اللي دائما يسقسوا عليها ويحسوا فيها. كيفاه فوليوم؟ كيفاه يعني؟ باش تجي هكا. هذه العصا. فوالا دوك دقيقة نوريها لهم. بون نسحق الديكوزر. سامي تشوفي منال ورينا خدمتك. هاي منال شتي طلعينا في زهره. يعني انا ندبر راسي حبيبي فضحني. مها صح هذا باسكو سي ان ديتاي لي توجور يسقسوا عليه وتبان لهم حاجه كومبليكي. جو اكسبليكي كيفاش ندير. احنا عاود نفتح الخياطه. الوغ شوفي حنا واش درنا، هما نورمالمون اللي عندها شويه تعرف على بالها كيفاش حتى لحقنا لهاد ليتاب تاع درنا هكا. هي في الحق كانت ان ريكتانغل هكا كامل. واش درت انا؟ قطعت لهنا في شاك كوان قطعت 3 سنتيمتر على 3 سنتيمتر. داكوغ. دونك جو سي با اسكي ان بلان سيري. ايه هكا وكاين. فوالا. راح نقطعوا 3 سنتيمتر على 3 سنتيمتر. وجاي عندنا في كل اوكي. قاسيمو تفضلي. تفضلي. هنايا كان كاين ان ريكتانغل هكا كامل كيما راهو. نفس درنا قطعنا في شاك كوان 3 سنتيمتر على 3 سنتيمتر، ما مربع هنا في الكوان هذا، مربع هنا ومربع هنا ومربع هنا. تبعوا مليح لي طاب الاخرى. بون نديرو هنايا هاي ليك، هاي لا فوغور وهاي ليك لا دوبلور. حنا واش نديرو؟ نحكمو كوم سي كون بانس، نحكمو لي دو كوان، هاد لو كوان مع هاد لو كوان. نشدوهم هكا هنا، شدوهم هكا ونزيدو نشدو لو كوان لي منا مع لو كوان لي منا كيف كيف. هكا وراح نخيطو خياطة. هنا اون كوتور دغوات. اوكي هنا وراح نديرو نفس الشيء في كامل لي كوان. نعاود ليتاب هذه باسكو بزاف رايحين يسقسيو على بالي. دونك نقطعو ان ريكتانغل تاعنا نورمال نخدمو كيما اي بوشات بلات. ومن بعد نقطعوا لهنايا ان كاري فيه 3 سنتيمتر على 3 سنتيمتر ونحكموا لي كوان تاع الكاري هذا منا ومنا 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 في شاك كوتي في لا فورور في لا فوس فورور وفي لا دوبلور. نشدوا هاك نزيدوا نشدوا هكا ونكملوا اون كوتور دغوات تحكم لا فوس فورور مع لا دوبلور في كامل لي كوان. ومن بعد نقلبوا لا بوشيت تاعنا. خرجناك هذوك نعطيك خيط باك تقولي ما نقولكش لك. صح هاي اللي في لافوشيت تاعنا كي نقلبوها كيفاش. انا خليت لهنا فتحه ها هي، خليت هذه فتحه. كي نقلبوا منها وتكون الخياطه هذه كملت كيما وريت لكم، راح نقلبوا منا اللي راح تخرج لابوشيت هكا. بون كوم الخياطه ماهيش كامله بين ما راحش تخرج لا ميم، مي لو ريزولتا راح يكون هكا. ايه وي بحيث سي فاسيل بحيث هادوما
يكونوا محكومين كي تكون الخياطه هذه مديوره تعطينا هذا هو الشيء في الاخر تاعها. وهذيك الليتاب درناها على جال لا فينيسيون انتيريور هذه. صحه الله يسلمك. صح انا هنا مطلوب مني مطلوب منك انت تعاودينا لا بروميير ايتاب لا بلو سامبل ماشي هي تاع لاصق لا فيرميتور سهله ما فيها والو باسكو لا فينيسيون لي كومبليكي بور توا ما نحقركش. هيا واش ندير؟ هاي لا فوسفور علاه صالح وين العسه هذيك؟ دوك نوري لك كيفاش شوفي روحي بالعقل تحطي لا فوسفور تاعك داكو هاي ليك لا فيرميتور اه لا فوس ما ماشي لا هذيك ماهيش لا فري فوغ هذه سي اون فوس فوغ نلقاوها في لي مارشي. اوكي اوكي صح نعطيك حنا انا دايرين فيرميتور كبيره باسكو حنا نتحدموا في الطول كملنا هذيك الريلي فيق احنا نشد لك بايبان فوالا قدم لك الماشينه زهره دائما كي تحبي تخيطي في لا ماشين ليبانغل تاعك ما ديريهش هكا اه ما ديريهش هكا داكو ديريه في لو سونس هذا اه اوكي باش ما تهربليش فوالا انا شديت لك ان سو ليبانغ هكا كوني خايفه يتكسر لك في لا ماشين روحي نحيه لك يدي خاف على صبعي هكا شوف نديرو فز وحده صغيره ونروحوا ايه معليش المهم ديريه انا نسمع غير الصوت بلي زهره توشات الماشين نتكا ونديهن بالك يصبعك برك بالك يصبعتك يا بسم الله بسم الله زهرة حسبي الله ولا ما فيها ما خاطي شفتي اللي حاجة صح برافو خلاص وبيع التطبيقات ونبداو المبيعات ديالنا كل شيء بداية معليش هي بدات شكرا لك منى شكرا لك زهرة على حسن الاستضافة يعطيكم الصحة المشاهدين شكرا لك منى ونشوفك معنا في حلقات أخرى إن شاء الله أبيك شكرا لك منى شكرا زهرة شكرا لكم شكرا زهرة اللي تعلمتي هذه العبسة اليوم احنا حبينا نتعلموا اليوم الجاردينات شوية وبعض الأمور في النباتات ديالنا وطريقة الزرع ديالها اليوم إكرام وقراني حتاخذنا في جرين سبيس حتى نتعلموا نبتة الفوزان تابعوا معنا الفيزا نبتة الفيزا هذه نستعملوها للتزيين نسيباريو بها لي جاردان هكذا هذه نسيباريو بها لي جاردان طيبوها ديكوريوها كيما نحبوا احنا نخدموها بسيكاتور كيما نحب تحبي تخدميها كاري تحبي تخدميها رون تحبي كيما تحبي ديكوريها
اخر مع نبته اخرى. يعطيك صحة يا كرام، كل مرة تدينا هكا في جمال طبيعة اللي نحوسوا معك فيه ونكتشفوا معك لي بلونت، سيرتو على بالك بلي لي بلونت الصراحة كاين ناس مدمنين على لي بلونت وما يفواياجيوش على جالهم. صح، وكيفواياجيو شغل وليدهم، شغل وليدهم سبحان الله. لأنه على بالك زهرة أنه النباتات تفيدنا بزاف من الجانب النفسي ديالنا، كاين بزاف المختصين لما الإنسان يكون مصاب بحاجة يقولوا ربي حيوانات، ربي لي بلونت، دير حاجه هكذا في حياتك. صحيح هذا الشيء. فاليوم حنتكلموا على حاجه اللي ربما الناس بزاف تعاني منها ولكن ما تعرفش باللي هي هذه، هي بالذات هذه التسميه تاع واش يعانيوا منه ولا يشعروا به. اليوم حنتكلموا على الاكتئاب يا جماعه، وقتاش نعرفوا باللي رانا مصابين باكتئاب، كيفاش يبدا وشنو العلاج ديالو، مع المختصه النفسانيه اللي حاضره معنا اليوم الاستاذ احلام. يتحدث بها الخير، مرحبا. صباح الخير. صباح الخير عليك احلام. صباح الخير على متابعين شو. صباح الخير. لاباس الحمد لله، انتم بخير. انا كي نشوفك يبانوا لي المواضيع هذو بخطون اكتئاب، كي نشوفك ننسى الموضوع لانك هكا اون بول دينيرجي وبشوشه يعيشك ربي. هكا مليوحه. انا ثاني كل ما نكون هكا نستنى باش نجوز نقعد غير نشوف فيك من برا. يعيشك. انا تعجبني بزاف الفايبس تاعك. شكرا لك، ما منتي يا هاي بلا نروح. لا لا صالحت على الامبيونس. انا هاك زر دابر ياك معليش. قولي لي كان عندي الحق واش قلت؟ وي وي سي فغي، كاين بزاف يعني بين الاشياء اللي تساعدنا جوستومون باش تحسن نفسيتنا سي هذا الجانب الابداعي. هذا تاع كاينه حاجه نبدعوا فيها نتهلاو فيها نخصوا لها وقت، كيما النباتات كيما قلت كاين اللي يحبوا يربيوا حيوانات وكامل راهم رايحين يخصوا هذاك الوقت ليها، فبالتالي راهم يشغلوا ذاتهم ديجا باسكو الفيد كيما سبق وحضرنا في الحصص اللي كما سبق وهضرنا ديجا من قبل باللي اثر كي يكون عندنا فيد بزاف، دونك نعتني هكا بالنباتات وكامل راهي رايحه تعاوني باش انه انايا ننسى شويه ونعمر هذاك الوقت الفراغ تاعي. وبخصوص الاكتئاب موضوع بزاف شباب تاع اليوم، الاكتئاب هو مرض يدخل مرض وي سي اون مالادي، ماشي كيما نقولوا حنايا هكا بالعاميه تاع ويزيد عليها راهو ويتفشش عيا دير شويه كوراج ونوض انت اللي راك تالق روحك. نو هو سي اون مالادي، في بعض الحالات كيكون الاكتئاب يعني متوسط ولا شديد راح نلجؤوا الى الدواء اللي يعني نشوفوا طبيب عقلي اللي راهو رايح يمد لنا دواء. وبصح كيكون اكتئاب خفيف ولا في البدايه تاعو نقدروا بالجلسات العلاج النفسي نقدروا نصوفيو الحاله، ولكن في بعض الحالات يعني في اغلبيه الحالات نلجؤوا للطبيب عقلي لانه الاكتئاب ماهيش كيما قلت لك دوكا في شوش برك، في بعض الحالات يقدر يكون فيها شغل تكون حاب تنوض دير هذيك الحاجه بصح ما تقدرش تنوض ديرها، كاين هذيك الانرجي تاعك اللي تكون فريمون هابطه بزاف وما تقدر دير حتى حاجه، كاين هذيك تاع انه فقدان الرغبه في كل حاجه تحب ديرها، ميم سي دوك الحوايج اللي انت بكري كانوا يباسيوني ولا زعما فقدان الشغف. اكزاكتومون سي فقدان الشغف، فقدان هذيك الرغبه في القيام باي شيء. كاين بزاف اللي يولوا يرقدوا بزاف، كاين اللي ما يرقدوش يديروا الكونتخيغ واللي ما يرقدوش كامل، كاين اللي يكون عنده تهيج حركي ويولي يبوجي بزاف، كاين اللي ما يبوجيش، كاين اللي عنده يولي ياكل بزاف، كاين اللي ما ياكلش كامل، كاين ثاني اللي يجوهم افكار انتحاريه، وهنا اللي ضروري جدا انه نلجؤوا الى طبيب عقلي. نعم هو ناقص الخطر يعني اكزاكتومون لازم نلجؤوا للطبيب عقلي. و يعني الاكتئاب راهو شائع بزاف، مش شرط انه نشوف الشخص اللي راهو معايا في العائله راهو كاره وما راهوش يخرج يقصر معانا راهو غير في شومبرتو حزين وجابد روحه اللي معناتها راهو في اكتئاب. قادر الشخص ينوض يكون وظيفي يروح لخدمته يدير صوالحه بصح الداخل كاين حزن عميق. ما الاكتئاب ماهوش حزن هكذا خفيف وخلاص، سي فريمون اون مالادي اللي تخليني نحس روحي بلي راني انكابابل راني غير قادر باش. تفضل استاذه. استاذه لانه انا نتعلم منك حاجات بزاف، انا والله غير عندي سؤال. لانه موضوع مهم جدا، لانه ممكن الانسان يكون مصاب باكتئاب وما على بالوش. بالضبط سبحان الله. بوغ لوي انديغو بارك ولا اكزاكتومون سي بوغ سا يقول لك انا كاره حياتي ولكن ممكن يكون يا يعطيك الصحه صلاح، نقطه بزاف مهمه كي نعرف انا هذه تاع راني كاره حياتي شحال المده تاعها كامل يجوزوا علينا. انا بسيكولوج يجوزوا عليا دي مومون نهار يومين ثلاث
كي ماني كار عارف دي قلت يا اي سي اوكي باسكو وي بيان سور هذاك انت تاع الجزار واش تولفت سيكولوج يصاب باكتئاب هذا واحد فاهم وي كاين بزاف سبحان الله وشنو حنا كي مثلا زعما راهو عنده اكتئاب راهو رايح ياخذ بوز ما يقدرش يكون وظيفي في الخدمه تاعو مع لي باسيون تاعو يتكفل بهذوك الحالات ولكن انا الحاله اللي كنت نحكي لك عليها انه انا تصرالي مش اكتئاب يعني حالات وين المشاعر بك تكون مخلطه شويه وهذا شيء طبيعي انه مثلا نحس بالحزن نهار يومين ثلاثه بصح اذا راحت الاسبوع 15 يوم شهر هنايا يعني باش نجاوبك على سؤالك كي قلت لي بلي كاين اشخاص اللي ما يفيقش لروحه بلي راهو يعاني دونك انت اون فوا تشوف بلي عندك عرض من الاعراض اللي كنا نهضروا عليهم دوكا خمم انك تشوف مختص نفسي يدير لك تشخيص ويشوف اذا كان فيه اكتئاب راهو رايح يقول لك واش يلزم اسك جلسات علاجيه ولا جلسات علاجيه زائد علاج دوائي واذا كان شاف بلي ما يحتاجش تسمى مجرد حزن خفيف ولا حاجه ولا مجرد رياكشن على وضعيه ما راهو يعيش فيها في حياته راهو رايح ثاني كيف يقول لك انا سؤالي راح يكون احلام هو هل كبت لي المشاعر وللاحاسيس مثلا الحزن ولا كل مره اني نكبت اني ما نعبرش على مشاعري ولا نكبت يعني نحاول اني ندخل داخل يؤدي بي الى اكتئاب بالضبط يقدر يعتبر احد اسباب اللي تؤدي بنا للاكتئاب كما يقدر يكون هذا الكبت كما قلتيه كبت يعني ما رانيش نخرج المشاعر نقعد غير نطم ومن بعد خلاص نولي لدرجه الحزن بزاف كما قادر يكون مثلا تعرضت لحادث مثلا مؤلم بزاف في حياتي مثلا حادث كما نقدروا نقولوا وفاه تاع شخص ولا فقدان ولا مثلا تحاوست من الخدمه ولا مثلا صرا لي مشكل كبير ازمه ماليه كبيره كاين بزاف اسباب اللي تقدر تؤدي لهذه الحاجه كاين ثاني الجانب البيولوجي ثاني ياثر على بها نلجؤوا للدواء باسكو كاين بزاف اللي يخافوا الدواء يقول لك لا لا نولي مدمن نولي مدمن نولي نتمشى بدواء الوغ كو نو كي طيح في ان بون بسيكياتر يخدم معاك يوصيك على العلاج النفسي الدواء هذاك راهو رايح يساعدك في كمرحله اوليه ومن بعد بالعقل كي تبدا تتحسن راك رايح راهو رايح ينقص لك لا دوز حتى وين تحبس كامل هذاك الدواء باسكو الدواء راهو رايح يساعد في تنشيط بعض الهرمونات اللي تكون ناقصه في الاكتئاب اوكي احلام الاسبوع اللي فات نذكر انه تكلمنا على القلق التوتر الانسان يكون مصاب بهذا الشيء هل يقدر التوتر والقلق يؤدي بنا الاكتئاب نسموه في علم النفس الاضطرابات المصاحبه مثلا عندي اضطراب القلق والاكتئاب ولا عندي الاكتئاب واضطراب القلق تسمى الانسان يقدر يكون عنده زوج في نفس الوقت ماشي حاجه وحده برك دونك شيء طبيعي انه يكون الانسان عنده هاد الزوج اضطرابات في نفس الوقت ونخدموا عليهم تسمى ماهيش حاجه زعما جديده ولا علينا دونك نقدروا كيفاش نخدموا عليها في نفس الوقت كي يكون كاين اضطراب القلق واضطراب الاكتئاب وصح كي نكونوا بزاف نقلقوا بزاف نمروا بفتره هكا مقلقه صعيبه باسكو القلق راه يجيب معاه مشاعر تاع الخوف كيما هضرنا الخطره اللي فاتت وكيما كاين خوف كاين بالك حزن على الوضع اللي راني فيه دونك لو كان نقعد في الحزن هذاك بزاف قادر ثاني نوصل للاكتئاب فوالا نقطه ثانيه بزاف مهمه نزيدوا ننبهوا ليها سي في العائله تاع الشخص اللي يكون مصاب بالاكتئاب هما ثاني لازم يراعي والاحاسيس ديالو ماشي كل وقت تزيد عليه اكزاكتومون لازم نعرف نخير كلماتي انه هايا خلاص طولت كذا زهره دونك جد مهم انه حنايا نحاولوا كيفاش نكونوا متعاطفين معاه اكثر نشجعوه ندعموه نحاولوا انه حنايا نوقفوا معاه في هذيك المرحله وفي نفس الوقت العائله هي بحد ذاتها ما تنساش روحها باسكو لو كان هي تنسى روحها وتكون دافع ايضا اكزاكتومون باسكو العائله ثاني تتاثر تشوف خوك تشوف اختك تشوف راجلك تشوف يمك تشوف بابك راهو يمر بحاله تاع حزن راهي حتى العائله تتاثر حتى العائله تحس بهذاك الحزن وما تكونش مليحه وتكون فبالتالي حتى العائله هذيك خصها انه هي ثاني ما تنساش روحها تخصص وقت لروحها تسي كيفاش دير تفريغ مع اصدقائها مع الناس اللي تعرفهم كامل باش تحاول انه هي ثاني تجدد طاقتها باش تقدر تعاونه هو ثاني المره اوكي احلام تغادي وتجاهل اني انا امر بمرحله حالة اكتئاب ولا راني لكن نتجاهلها يعني نحب اني كيما نقول لك نكذب على روحي الى ماذا تؤدي هاد تقدر تزيد تؤدي الى اكتئاب عميق جدا جدا تفاقم يعني فوالا بعد في النهايه يعني
رأيي انتحار نقدر نقولوها؟ ما حبيتش نقول الكلمة بس لا لا إذا الأمر واقعي حقيقي لازم نتكلموا عليه أكيد يعطيك الصحة صلاح قادر يؤدي للانتحار باسكو كيكون عندي هذوك الافكار السوداويه وهذاك التشاؤم والنظره لذاتي وللمجتمع للمستقبل للماضي للحاضر كله سلبي فبالتالي يقدر يؤدي للانتحار دونك وي الاكتئاب فيه انواع نسمع الاكتئاب ما بعد الولاده نسمع الاكتئاب المراهقه موسمي اكتئاب موسمي اكتئاب الصدمه في حاجات اخرى وي كاين اللي نمروا عليه كي نكونوا مثلا في مرحله تاع حيدات نمروا بمرحله تاع اكتئاب باش نوصلوا لمرحله تاع التقبل فبالتالي اكيد كاين انواع وحسب الفترات اللي راهو يمر بهم الشخص ولا حسب الاحداث اللي راهو يعيشهم هذاك الشخص دونك سي امبورطون بون كاين بزاف اللي كاين يسميوا هكا الاكتئاب الشتوي الاكتئاب ولكن علميا كاين بعض المصطلح باسكو دوك الاكتئاب ولو كامل اللي يهضروا عليه حاجه زوج يقول لك راني مدبرس راني مدبرس راني ديبريمي وي مي هي مي هي في الصح الاكتئاب راهي اون مالادي صح دونك الفو فريمون فريمون كونسولتي اذا كان حسيت روحي بلي انا هاو عندي عرض من هاد الاعراض هذوما فوالا اوكي نزيد سؤال تفضل. لانه الانسان ربما يشاهد فينا اليوم انسان عاني من الاكتئاب ودك عرف باللي عاني او يعاني من الاكتئاب دك لقى الاسم اللي الحاله اللي يشعر بها اليوم واش ننصحوه احلام اي حدا اول حاجه ننصحوا بها انه ما يفقدش الامل يقول باللي انا راح نقعد ديما هكذا ولا راح ما راحش نقدر نخرج من هذه الحاله لانه الحمد لله العلم تطور ودوكا كاين العلاج النفسي كاين العلاج الدوائي وباللي ما راكش وحدك ما راكش وحدك في هذه الدنيا اللي راك تعاني كاين بزاف ناس اللي تعالجوا من هذا الاكتئاب كيما هما تعالجوا كيما انت ثاني تقدر تعالج ما كاش منها حاله مستعصيه ما عندهاش علاج الحمد لله دوكا العلم كيما قلت تطور فبالتالي يقدر كيفاش يلجا المختص نفسي يلجا لطبيب عقلي ويلتزم بواش يقولوا له يدير واش يقولوا له وراه رايح يخرج منها باذن الله على العموم شحال وقت الاكتئاب حسب كل شخص وكيفاش كاين اشخاص اللي يقعد لهم شهر شهرين ست شهور عام كاين اللي عندهم مزمن دونك كاين اشخاص اللي يتعلموا كيفاش يتعايشوا مع يعني لازم التشخيص يكون ضروري اكزاكتومون لازم نعم. وماشي عيب انك تزور اخ مختص نفساني اكيد اكيد راهو دوكا الامراض النفسيه راهي شيعه بزاف دونك ما هيش عمرها ما كانت عيب كيما الكرش تمرض ونشرب لها دواء كيما راسي يوجعني نشرب له باراسيتامول باش يحبس الوجع كيما النفسيه تاني تقدر تتعب نروح نشوف وجد مهم اني انا الكشف المبكر اني نعرف على السريع ونخدم عليها خير من اللي انا راني رايح نطول ونوصل كيما قلنا مقبله الحاله جد مستعصيه ولا نعم. تكون اوكي يعطيك الصحة أحلام يعطيكم الصحة نورتينا بوجودك شكرا لك يعطيكم الصحة حلقة إن شاء الله يا ربي إن شاء الله شكرا أكيد أنه اللي شاهد برنامج صباح الشروق اوكي فهذه كانت اغنية وتحية لكامل الناس البرج اللي راهم يشوفوا فينا قال لك تحية زين البرايجي تحية لكل برايجية راهي حنزيدوا نسمعوها حنزيدوا نسمعوها رسميا تحية لكل البرايجيات اللي راهم يشوفوا فينا في هذا الأثناء فمشاهدينا الكرام نقول لكم محطة الجمال وصلت واكيد ما المحطه تاعنا دائما وفي اغلب الثلاثاء تكون من امضاء سلمى غراريه اللي نكتشفوها بعد هذا الجينجل لا جينجل يا طفله خلينا نديروا المكياج مزروب حمزه انا مزروبين سلمى غراريه بونجور اهلا وسهلا شتي حبت تزيد تطول حبت تزيد بعد جينجل هكا تاع بالجوز وحنا من اللي بداو حنا نتكلموا عليه الموضوع هذا مرحبا بك سلمى يعيشك ربي يخليك ربي يخليك اليوم عندنا موضوع طريق الدمج الالوان اللي فوق العين نعم يعني حنا بداونا نعملوا ديغراداسيون تاع لي كولور ونفس الوقت ما تبانش الخطوط الفرق بين الالوان نعم نبداو الخدمه مع بعضنا انا ديجا وجدت لابو تاعها وجدت العلم كما راكم تشوفوها مخدومه وي دركا نعملوا العلم الدوزيام مع بعضنا لهنا زهرة عملت الحواجب خليتهم على الطبيعة أكثر يعني زدت لها غير في الأخر أما خليتهم طبيعتهم يعني زدت لها غير الشمع دوك يعطيونا فقط صيغي باش يفهموا بلي راهي نص نص ايوا باش نشوفوا فوالا تري بيان اوكي لهنا راح نحدوا تحت الحاجب ننظفوها نحدوا هذا الكونسيلر اسم سلمى نعم بالكونسيلر كونسيلر اي ودائما نطلب من الزبونه انها ما تفتحش عينها لهنا باش اكثر الاي شادو يحكم لي فوق العين
اوكي نخليه شويه يشيح لي ومن بعد نبدا في الالوان. داكوغ. هذا الميك اب اللي دايرت لها سلمى وين يصلح؟ اعراس، مناسبات؟ يصلح المناسبات، يصلح الانفيتي ولا عروستك كما يصلح. شوفي زهره لهنا في الالوان اخترت تكون الوان ترابيه، يعني ديغراداسيون حناخذ تاع الالوان تاع الماغون لهنا. ومنطقنا نبينوا باللي لهنا ما كانش الفرق بين الالوان كامل. برغم اني استعملت ثلاث الوان في الابليكاسيون تاعي. يعني يكون كاين دمج. يكون مدمج اي. لهنا في الطريقه تاع نهزوا بها برك البانسو لازم يكون في لهنا نهز فيها البودر. وكي نابليكي دائري. اوكي. كما تشوفوا راح نحط برك لهنا بدون دمج، نثبت لاكولوغ تاعي الاولى. ودائما قبل ما نحط باش ما تخمش الفون دو تان ننفض البانسو تاعي ونجي لهنا في الاخر نعمل الدمج تاعي نفس البانسو كي يكون صاي فيه لو برودوي شويه ما نزيدوش نعملوا به الدمج تاعنا. والالوان ماذا بينا ديما نحطوا بشويه باش ما تروحش لينا تتكدس لينا الالوان. فوالا جو كخوا لو سكري في هذه المرحله هي الفرشات المناسبه، سي لو بانسو هو اللي راح نستعمل ثلاث كوا بانسو. روا بانسو راح نستعمل هذه تجي كيف هكا كبيره اللي هي نحط بها الفاغ بيغ الاولى ومن بعد نبدلوا بها البانسو اللي اقل منها خاطر كل مرحله لهنا هذه راح نمشي بها على العين كامله. اوكي. في اللون الثاني نختار البانسو اللي اقل شويه كما راهم تشوفوا. ونهز اللون الثاني نفس الطريقة وديما ننفض البانسو تاعي باش ما نخمش تحت العين. نجو لهنا نحطو كيما راكم تشوفوا راني نحط برك الفغاب بيغ مانيش قاعدة ندمج فيها حتى نثبت اللون تاعي في مكانه ومن بعد نعمل الدمج تاعي. اخترت هذا اللوك يكون سامبل وماشي على الألوان الترابية اللي هو رايحة على السموكي ونفس الوقت يكون ساهل نجمو كلنا نخدموه. لهنا نجي في الدمج، في الدمج دائما طريقة دائرية، يعني كي نخدموا الدمج تاعنا يكون دائري. ديجا هكا اللون اللي مانيفيك. ديجا هكا بان، اه. طيبو، وي. دائما زهرة كي نحطوا الفغا بيغ ما لازمش نكثروا، نجموا نزيدوا بشوية باش ما تروحش لينا الألوان تهرب لينا وما نجموش نتحكموا فيها. كما تشوفوا بالرغم اني حطيت لونين بصح ما تبانش لانه عملت دمج بيناتهم وهذا اللي لازم يكون على خاطر احيانا نشوفوا في المكياج كان شكون يحط الالوان ما يعملش دمج بيناتهم يبان الفرق ويبان المكياج ماهوش مليح. والدمج يلعب دور كبير في المكياج سينو في الفون دو تان في الفاغ بيير كل شيء باش تجي خدمه نظيفه. كما تشوفي زهره نعم. هذا اللون الثاني هكا ديجا سي بو هكا نكون انا نحبس هنا ايوا هكا نروح اللون الثالث خيرت الماغون اللي اغمق شويه كما حبستي كنت تخمي في الحقيبه تاع الميك اب والله هكذاك سوا سوا دارت هذيك القفله وصاي احنا زدنا اللون الثالث اللي هو يكون اللون النهائي للموديل هذا اللي خدمناه اليوم تاع سموكي. سموكي اخترته يكون على الماغون خاطر مش دائما يكون على النوار. حبيت الالوان تكون ترابيه كما تشوفوا لهنا قادره نحط برك اللون بس حكم ما ندمجوش راح يبان الفرق بين الالوان تاع يعني ما كاينش تسلسل ولا انتقال. نجو لهنا في الاخر دونك اخر لون هو لو ماغون سي سا لو ماغون. انا دائما نختار بين الماغون نزيد ليه شويه في النوار نخدم بيناتهم دائما نهز هكا بين هذا وشويه نحط على النواغ. اوكي. باش ما يهربش ليا وننفض البانسو تاعي ونخدم. راح يكسر لي شويه اللون هذاك تاع الماغون. شوفوا هذا اللوك ساهل على الاخر يعني تنجم اي وحده فينا تديرو وانا اخترته بالاخص على اللي ما ينجموش مثلا يروحوا صالونات انهم ياخذوا ميك اب ولا حاجه انهم يستعملوا الالوان الخفيفه هذه. الوان ترابيه تكون خفيفه وسريعه الدمج. اون بليس هذا سي ان لوك اسماء ماشي جديده سلمة
أسلمة ماشي جدي زهرة والأسماء زهرة والأسماء زهرة شوفي كشفت على أسمي راني هايل من بيك وتقول لي صباح لا ما تنسيش ما تنسيش زهرة عاودي للسؤال حبيت نقول لك أنه هذا لولوك تتخوف باك سي تان لوك زعما تاع لي زاني ايه بس حتى على ديرجع صح اللي هي عمل لي سبحان الله دوكا كاين لوك كلاسيك جو فيدير كيما هذيك لابليكاسيون اللي دايره حالات تصورنا بكري الناس بزاف تحب توسكي اول ديز توسكي ما تبكريش فيه بيان سور نو مي هذا سي ان لوك جو فيدير كي سو ديمونت جامي اللي دارت لك بهار وي بس كنا نقولها بهار بصح انا غلطت في سلمى صح عشتي لحنا الزهره مادام خدمنا الفاغ بيغ دائما نستعمل هذه البونج باش ما تفزتش الفون دو تاعي افتحي عينيك لتحت اوكي حبيبتي نعملوا ريسيل اللوك راهو خلاص خفيف كما شفتوا اللي فغاب بيغ يتحطوا فيه ساعة خفيف المهم طريقة الدمج انها تكون صحيحة ما نكدسوش الالوان فوق بعضهم ما نهزوش اللي فغاب بيغ بقوة ان نهزوا اللون بشوية ونزيدوا مع الواحد لصقوا الشفرة تاعي ميك اب واكيد شوف السموكي ما يستاهلش انه نعملوا ايلاينر في الاخر لحنا لانه سي شارجي العين بس اوكي بصح اختيار تاع لي سيل لازم يكون خفيف خفيف فوالا انا خيرت اصلا لي سيل يكونوا خفيف ونفس الوقت البرودوي تاع لي سيل نحطوا غير شويه ما نكثروش باش ما تخمش لي العين باش تلصق لي فيسع ودائما نقولوا للزبونه تاعنا ان تشوف لتحت غزل لتحت وما تغمضيش نحطوا الشفره من الاخر ومن بعد نجو نثبتوها من الاول وخلاص عطيني شوف حبيبتي خلاص كيما تشوفوا لهنا اللي سيل راح يقعدوا معايا نهار كامل يعني مش راح يتنحوا يكون محطوطين طريقه ثابته نخلوا شويه تشيح ونروحوا نعملوا الالوان تحت العين نفس الالوان اللي استعملتها من فوق نستعملها من تحت شوف الفوق حبيبتي احنا زهره دائما نصحوا زبونة انها تكون ناحيه المكياج كامل يعني مستعمله دي ماكياج مستعمله القماش تاعها اللي سوا تاعها قبل المكياج لانه اكيد تنفع ياسر في البشره ويكون الفون دو تات خرج ليا نظيفه اي تري تري بو يعطيك الصحه بهار يعيشك حبيبتي سلمى ودائما نوصي على طريقه الدمج انه ما نخلوش فغاب بيغ محده ياسر باش يعطينا منظر احلى كما تشوفوا راهو لوك سامبل وخفيف هو يليق العرائس اكثر ويليق يعني ماهوش تاع دائما باش نخرجوا به امبوسيبل اي امبوسيبل اذا لوك كاين شكون يخرجوا به زهره عاديه انا ما نحبش كيفاش كاين شكون يخرج به اللوك هذا عادي ايه انا ثاني ما نحبش يعني ما نحبش صراحه هذا اذا عندها شغل على 10 لازم تنوض على 6 تاع الصباح انا نقول لهم بالرغم اني ماكيوز بصح ما نحبش الميك اب ياسر ايه هي با ميو كو ناتشورال بصح هذا في المناسبات اي تو شوف باك المانكا لابسه اون روب سامبل مي الميك اب زاد لا مي اون فالور لو لوك تاعها وهو شوفي دائما زهره كي تكون حاجه قد ما تكون سامبل تكون كلاس بيان سور اكيد لهنا لا نستعملوا جليتر لا حتى شيء نشوف الاي لاينر ديما نحب نستعمل الجيل لانه الجيل هذا يكون ثابت ما يتنحيش ليا ولو حتى دمع لي لا كليون نجيب بانسو يكون بلا كيما تشوفوا نفسه اللي نعمل به الحواجب هو اللي نخدم به دمعة العين شوفي الغادي ديما نقول للزبونة تشوف الغادي باش ما تدمعش ليا ونخدم أليز نجو لهنا الاخر تاع العين نعملوا مد مع العين على خاطر يزيد في اللوك وكاين شكون ما يعرفش يخدم بهذا انا ننصحهم انه ديما يكون البانسو رقيق راح يكون ساهل عليهم ويخدم فاسيلمون لهنا زهره في اللوك مانيش راح نقفل العين من الاخر راح نخليه شويه مفتوح باش ما يغفلش لي العين ويصغرها دائما نخلي الفتحه الاخرى ونخرج شويه لهنا بالايلاينر تحت العين باش يوسع لي وكيما تشوفي زهره لهنا خدمت تحت الشفره باش ما يبانش الفرق بين الشوافر تاعنا ويبان الفيد نجو نشوف نعمروا العين من الداخل اوكي كيفاش نعمروها تشوفي لتحت شوفي لتحت حبيبتي نطلعوا لهنا ونجو نعمروا هذا الفيد
يعني باش ما نبانوش بلي دايرين ديفوسي، باش ما يبانش الفرق بين ليسيل تاعنا الصح واللي مركبينهم. وماذا بين ديما ليسيل يكونوا على ناتوريل، يعني يكون شعر ما يكونش يعني. وحاجه امبورطونت سلمى انه المانكان تكون ما تدمعش، تكون ما تدمعش، كون انا الدموع دموع فوق. لهنا نجي نعمل شويه على البيج ونخرج به شويه باش نفتح العين، جس نزيد لها شويه باش البلاك يجيني هاوي. شوفي تاعها الفوق الفوق حبيبتي. دونك هذه اخر مرحله لي في الميك اب تاعك تاع اليوم. لهنا نعملوا دمج للاخر تاع العين، ما يبانش فرق كما تشوفي. عطيني شوف، نعملوا الريسيل تاعنا ونعملوا الهايلايت واللوك تاعنا راه واجد. يعطيك الصحة. اخزي لتحت حبيبتي. شكرا ليك. ديما لازم نثبتوا الشعر تاع العين شفرات مع الشفرة اللي ركبناها باش ما يبانش باللي مركبين. شوفي الفوق، نستعملوا الشفرة لتاعها. شوفي زهرة اون كاي يخمج لنا الفرا بيغ ولا حاجة، أنا ما خمجتش ليه لهنا، بس حنجيب لهنا البودر ليبر وننفض بها باش يعطينا لوك نظيف ويكون مليح ما فيش خدمة. اوكي. درك الهايلايت وخلصنا. شوفي الهايلايت يلعب دور كبير زهرة. في بداية العين. شوفي حبيبتي الفوق. في بداية المدمع تاعي نعمل. شوف. اوكي. الهايلايت في الوجه. نعملوا حاجة خفيفة تعطينا لمعة. يوك اليوم حبيت نخيروا حاجة خفيفة ونحكوا على الدمج، انه لازم نعملوا تجانس بين الالوان. فوالا، عطيني شوفك حبيبتي. يتخبوا. فوالا اللوك تاعي راه واجد. فريمون مانيفيك، يعطيك الصحة حبيبتي. يعطيك الصحة سلمى. شكرا لك على هذا اللوك. نشوفوك ان شاء الله في حلقاتنا المقبلة. شكرا للمانكا تاعك ايضا. نستفادوا فيه في الدمج. سي مانيفيك والله، يعطيك الصحة ان شاء الله عليك. شكرا. ميرسي حبيبتي. برافو عليك سلمى، يعطيك الصحة. شكرا للمشاهدين اللي متابعينا في هذا العدد واللي بقوا معنا حتى الدقائق الاخيره. باش نقرا فيها صارت لي كيما هذوك لي فيلم كنا نشوفوهم بكري اونوفي تحت عربيه، ما تفهم اذا تشوف الفيلم ولا تشوف الكتابه. عينيك يا نوجه هكذاك صارت لنا. ولكن الروحي اغنيه جميله، حاسب عمرو وندى الريحان، هذا لكل الامهات. هي حوار ما بين الام وبنتها، تحكي لها على هموم الدنيا والامور هذيك، تقول لها بلي معليش. يعني هما زوج قامات فنيات وتحيه كبيره خاصه لندى الريحان لانها دارت مجهود وتعلمت الامازيغيه وغنات بها، فتحيه كبيره لها واكيد ما ولا ديفا حسب عمروش. وتحيه كبيره للشيف نادين. نعم. موس ولا اروع؟ ابدا بها، ابدا بها. نعم لا مستعمل هنا لازم نخلوها مينيموم كيما نقولوا 2 3 دو طون، لازم تقعد في اللذيذ باش تشدها مليح. لازم درتيها غير بالماء والماء والملح. نعم. الماء والشوكولا. الماء والشوكولا درنا لهنايا 100 غرام تاع شوكولا، نديروا لها لهنايا 200 غرام تاع ولا 200 مللي تاع الماء. تخي بيان. هذا ما كان نديروا الماء نسخنوه مليح. نديرو داخل ان بلاندر ما يكون يغلي، نزيدو له داك الشوكولا نرحيوهم، ومن بعد هذيك نديرهم داخل لي فيرين، نخلوهم مينيموم قلنا 2 دو طون، لازم يكون واحد 2 سوايع للفوق باش يشدوا روحهم مليح. هي من الاصل تكون ليله كامله باش تشد روحها. ولا هنايا درنا لنا لي لازان، لي لازان اللي درناهم لهنايا لي لازان عادي اللي ما في نقدمهم باك، درناهم لاصوص تاعهم بلونش، لا فيوندا شي درناها صوص على هذه. نعم. وهنايا درناها هاي ليك لهنا اللي درناها على شكل كيما نقولوا حنا قسول. نعم. خليني نضرب اسمع. سخونه يا راهي تبان، هي راهي سخونه هذا وين نحيناها، خاصنا نعرفوا هاد الاكلات هذوما لازم على دير نحيهم، خاصك تخليهم بزاف يبردوا يبردوا يتعجنوا. ديما يدير والنوض راهي سخونه وعبالك ديرها بلاصتها وما تفيقش والنوض بكل بساطه. ويلي واللازان. واللازان اللي درناها درناها صوص بلونش لهنا، ما درناهاش بلاصوص غوش، درناها بلا فيونداج بعد ما طيبناها عادي، ودرنا صوص مورنيك اللي هي صوص مورنيك كيما كريم دي شارب بك فيها الجبن، ودرنا بيان سور جبن رابتي موزاريلا. اي بارده؟
حبيت باك تقص لهم مخصو تحطوا لهم هي دول نحيناها مازالها سايله. نعم حبيت نشوف يعني ليلى زانيه زهره تحصلك تدير لك خدمه صح؟ اه انا خاطيني يلا قال لك لا باسكو لازاني بيض سي ا ديكوفغيغ من الداخل يفو ايمي اوسي درت لك خدمه فينا المره لا خاصها ديرها هي سخونه على بالي هذا من الحين ايش قول كراتها ايه هي تجي كراتها كي تجي على بالي اصبري كملنا هذيك كملنا شوفي يعطيك الصحة انا شد لك هذا شكرا لك خدمتينا على بالك شوف المنظر الخلاب شوف المنظر الخلاب يلا نخدموا سي فاكس شكرا لك شكرا لكم الفريق شكرا لكم على حسن المتابعة شكرا لك صالح يعطيك الصحة زهرة دائما تشرف بمقاسمتي تقديم برنامج صباح الشوق معك مازال ما كملت يعطيك الصحة شيف نديم باي باي